بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحب بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الانالوج انتجريتد سيستمز ديزاين. محاضرة النهاردة عنوانها داتا كونفرترز تيستينج. هي في الحقيقة محاضرة عملية جدا جدا, يعني لو انت اشتغلت بقى بايدك في الفيلد بتاع الاي دي سيز او الداكس ان شاء الله في المستقبل يعني هتحس بأهمية المحاضرة دي. هي هنقول لك ازاي تعمل تيستينج للاي دي سي والداك في المعمل, وفي نفس الوقت في الحقيقة تكنيكس من اللي احنا بنستعملها في التيستينج في المعمل تحتاجها وانت بتعمل سيميليشن. تمام, وممكن تقول ان المحاضرة دي هتتكلم على داتا كونفرترز تيستينج اند سيميليشن. حتى واحنا ان شاء الله بقى بنعمل اللابس بتاعتنا في الكورس هتحتاج كتير الايه الكونسبتس اللي بتتعلمها في المحاضرة دي. فهنتكلم على الداك تيستينج وعلى الاي دي سي تيستينج, وبرضه هيبقى في شويه براكتيكال تيبس اند هنتس. طب تعال نبص الاول على الداك ستاتيك تيستينج. احنا زي ما احنا عارفين سواء بتتكلم على داك او على اي دي سي كل واحد منهم بيكون دي ستاتيك كاركترستكس وبيكون دي دايناميك كاركترستكس. تمام, الستاتيك كاركترستكس زي ما تقول هي عباره عن الدي سي ترانسفير فانكشن, انت بتسيب كل الداينامكس اتسيتل. تمام, فبتدخل انبوت, هو مش لازم يكون دي سي بس بتدخل انبوت بطيء قوي لدرجه ان هو بالنسبه للسيستم اكنه ايه اكنه دي سي. طيب مشكلتك في الداك ستاتيك تيستينج في الحقيقه هي ان انت هيبقى عندك بوينتس كتير قوي تعمل لها تيستينج. يعني التيستينج حد ذاته من ناحيه الفكره ما فيهوش مشكله قوي. انا عندي هنا الداك اهو, تمام, هدخله انبوت ويل ديفايند, ان هو انبوت عباره عن ديجيتال صح كده, فالانبوت ويل ديفايند, فكل مره هدخل انبوت ديجيتال معين. تمام, واروح اقيس الاوتبوت بفولت ميتر, موضوع بسيط يعني هجيب بريسيجن فولتميتر هنا واقيس الايه واقيس الاوتبوت. هدخل لو انا عندي مثلا 3 بيتس هدخل 000 بعد كده 001 بعد كده 010 011 وهكذا لحد لما ارسم الترانسفير كاركترستكس بتاعتي. تمام, زي ما انا هي اسمها ستاتيك ليه, عشان انا بعد ما احط الديجيتال انبوت الجديد بعد ما فورس الديجيتال انبوت بتاعي هسيب الاوتبوت يسيتل ويوصل للفاينل فاليو بتاعته. تمام, فيعني كونسبتشوالي الموضوع سهل ومفيش مشكله. مشكلته ايه بقى؟ مشكلته ان انت عندك ميني بوينتس تو تيست. لو انت عندك بقى الداك بتاعك 10 بيتس محتاج تست 1000 نقطة, لو هو 20 بيتس محتاج تقيس 1000000 نقطة. تمام, هي دي المشكلة. اكيد طبعا محدش هيقيس الحاجات دي بايدين, يعني مش هتقعد بقى ايه تحط سويتشات وتقعد تلعب في السويتشات وتبص على الفولتميتر وتسجل في جدول, دي حاجة مش براكتيكال. والكلام ده بقى بيسري على كل انواع التستنج في الحياة بتاعت الاي دي سيز والداكس. معظم الميجرمنتس بتبقى تايم كونسيومينج, فبنعمل لها اوتوميشن, نعمل اوتوميشن للميجرمنتس بتاعتنا. فممكن اعمل اوتوميشن سيت اب بسيط بالشكل ده كده, عباره عن ايه؟ عباره عن ان الكمبيوتر كل مره بيفورس ديجيتال انبوت جديد. تمام, وبعد ما يفورس ديجيتال انبوت جديد بياكتيفيت التايمنج. لو الداك ده بياخد كلوك سيجنال فهيطلع الكلوك سيجنال بتاعت الداك, وبعد كده يستنى بقى لما الاوتبوت يسيتل, وبعد كده يريكورد الفاليو للفولتميتر ايه مطلعها. ازاي بنوصل الاجهزه بتاعتنا دي بالكمبيوتر؟ في انترفيس مشهورة قوي قوي اسمها الاي تريبل اي 488 اللي هي بيسموها الجي بي اي بي. جي بي اي بي دي اختصار جنرال بيربز انترفيس باس, اللي هي دي كده جنرال بيربز انترفيس باس. تمام, دي كانت يعني هيستوريكالي اهم ستاندرد بنوصل عن طريقه الاجهزه الميجرمنتس كلها, اي جهاز في اللاب الايه للكمبيوتر. تمام, والانترفيس دي اللي هي بتاعت الجي بي اي بي بتسمح لك انك تدي كوماندز للانسترومنت. تمام, وتقرا كمان فاليوز من الايه values من الانسترومنتس. في طبعا حاجه اقل شهره شويه واسمها الار اس 232 هي السيريال باس, من السيريال انترفيس, بس دي يعني ايه ماتش ليس كومن عن الجي بي اي بي. وطبعا بقى بعد اختراع اليو اس بي كل تقريبا الايه مانيفاكتشرز بداوا يحاولوا ان هم يقدموا يو اس بي يقدموا يو اس بي انترفيس. تمام, هتلاقي الحاجات دي موجوده عن طبعا الايه الشركات اللي هي بتاعت الميجرمنت اكويبمنت بتبيع الحاجات دي. شركات زي مثلا ايجلنت وشركات زي ناشونال انسترومنتس ان اي بيبيعوا الانترفيسز دي. يبقى عندك كابل مثلا ياخد جي بي اي بي من ناحيه يطلع يو اس بي من ناحيه ثانيه. طيب ده بالنسبه للنوع الانترفيس اللي هتوصل بيها الايه الجهاز بتاعك بالكمبيوتر. اوكي, طيب البرنامج بقى اللي هتعمله على الكمبيوتر برضو نظريا ممكن تستعمل اي لغه برمجه. تمام, ما تفرقش خالص اي لغه برمجه انت عايزها, لكن كومن الناس بتستعمل ايه في لما تيجي تعمل اوتوميشن تيستينج اوتوميشن بيستعملوا اما لاب فيو اما الماتلاب. لاب فيو هو فيري باورفول تول, ميزتها انك بتعمل جرافيكال كود
تكتب الكود بتاعك كانك بتعمل فلوت شارت بالظبط، كانك بترسم فلوت شارت، هو جرافيكال كود ما تكتبش ايه اسطر بايديك. وسهل قوي انك تعمل يوزر انترفيس جرافيكال يوزر انترفيس يعني قوي شكلها رائع جدا في وقت قليل قوي، تمام؟ تعمل بقى تشارتس ودروب داونز وباتنز ومش عارف ايه ودايلز حاجات كده شكلها جميل جدا، تمام؟ في نو تايم. فهو بيعتبروه يعني ايه من ناحيه البرودكتيفيتي رقم واحد، انك في يوم ممكن تعمل انترفيس لو انت عملتها مثلا سي بلس بلس تقعد فيها شهر مثلا، في نفس الوقت مش محتاجه اكسبيرينس كبيره. فاي انجينير انه في الحقيقه اللي بيعمل الكلام ده هو في الغالب هو اما نفس السيركت ديزاينر، يعني لو انت بتتكلم في شركه صغيره الديزاينر اللي بيقعد يعمل السيركت ديزاين هو اللي بيعمل اللي اوت، هو اللي بيتست في الاخر، هو بياخد اللوب من اولها لحد ايه لحد اخرها، تمام؟ فهو ما بيكونش بروفيشنال بروجرامر، فهو عايز حاجه سهل ان هو يتعلمها ويستعملها، فلاب يو بيكون ايه بيكون اسهل حاجه، تمام؟ بعض الناس مش بيستريح قوي فكره الجرافيكال كود ده، يعني مش قادر ان هو يتقبلها يعني، تمام؟ وفي نفس الوقت بيكون ايه بيكون عنده اكسبيرينس بالماتلاب من الايه من الاندر جراد ستادز بتاعته مثلا، تمام؟ فبيفضل ان هو يستعمل الايه الماتلاب. معظم المانيفاكتشرز لما بيبيع لك الجهاز، تمام؟ لو دخلت انت مثلا على الويب بيج بتاعت الجهاز اللي عندك ده هتلاقي المانيفاكتشر نفسه حاطط درايفر للاب فيو ودرايفر للماتلاب، يعني عشان يقول لك لو انت عايز تكنترول الجهاز بتاعنا عن طريق الماتلاب بيديك كده درايفر فانكشن يعني، تمام؟ شويه فانكشنز كده، والفانكشن دي انت بتبصي ليها بارامترز وبترجع لك ريتيرن ايه بترجع لك ريتيرن فاليوز. انا عايز اعمل ريدنج، عايز اسيت مش عارف الميجرمنت تبقى بريزوليوشن كذا، عايز اسيت الميجرمنت تبقى فريكوانسي كذا، عايز اسيت البافر سايز. كل الحاجات دي بتبقى اوامر تبعتها للديفايس عن طريق اللايبرري اللي المانيفاكتشر بيبيعها لك، فانت ما بتحتاجش تنزل قوي لو ليفل بروجرامنج يعني، هو بيديك انترفيس سهله تتعامل معاها. وزي ما قلت لكم معظم الناس بقى بيديك انترفيس للايه للماتلاب وانترفيس برده للايه لللاب فيو. فيعني معظم الناس بيستعمل زي ما قلت الايه التو تولز دول. المهم فهيبدا الكمبيوتر بقى كل مره يفورس انبوت جديد ويريكورد الفولتميتر ايه اوتبوت لحد لما يرسم الايه لحد لما يرسم الترانسفير كاركترستكس. زي ما قلنا قبل كده اول انواع الستاتيك ايرورز هم الاوفست والجين ايرورز، تمام؟ لو انا عايز اقيسهم اعمل ايه؟ افترض ان انا عندي اوفست ايرور بس، الدوتد دي هي الايديال كاركترستكس والسوليد دي هي الاكتوال كاركترستكس، تمام؟ هيبقى اوفست ايرور ببساطه هو الايرور لما ادخل اول زيروز. خد بالك طبعا ده ديك، فالاكس اكسس هو الديجيتال انبوت والواي اكسس هو الايه هو الانالوج اوتبوت. فلما ادخل اول زيروز، تمام، هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك فولت معين. اوكي، الفولت اللي هيطلع لك ده هو مين؟ هو الاوفست ايرور. طبعا في المثال ده انا عندي جين ايرور بزيرو، زي ما انتم شايفين السلوب بتاعي سليم، تمام؟ طالما السلوب سليم يبقى ده جين ايرور بزيرو. طب افترض ان انا عندي جين ايرور بس ما عنديش ايه ما عنديش اوفست ايرور. طبعا لو انت ما عندكش اوفست ايرور هيبقى الاول زيروز هنا منطبق على ايه؟ منطبق على الزيرو اوتبوت. اوكي، طيب اقيس الجين ايرور ازاي؟ طبعا الاوفست ايرور هنا بزيرو، اقيس الجين ايرور ان انا هجيب الاكتوال ماينس الايديال على الايديال، تمام؟ فالايديال على الايديال هيديك هنا ماينس واحد. اوكي، هيفضل معاك هنا الاكتوال على الايديال. الاكتوال اللي هو الفولت اللي بيطلع لك عند الاول وانز، ده الاكتوال فولتج اللي انت بتقيسه. الايديال المفروض يطلع ايه؟ المفروض يطلع البي فول سكيل ماينس الدلتا اللي هي الايه اللي هي ال اس بي بتاعك يعني، تمام؟ اللي هي 1 ال اس بي، بس طبعا بالايه بالانالوج هنا عشان الاكسس ده هو المفروض الانالوج اكسس. فبتقيس الايرور ده لو انت عايزه كبرسنت تضرب في ايه؟ تضرب في 100، فيديك ده يديك الجين ايرور بيرسنت. طيب لو انا عندي الاثنين بقى، لو انا عندي اوفست ايرور وجين ايرور في نفس الوقت زي الكيس دي، هو عندي هنا اوفست ايرور وبرده السلوب بتاعي مختلف عن الايديال سلوب، ساعتها بنكوركت الاول الايه الاوفست ايرور. هتكوركت الاوفست ايرور الاول، هتحسب الاوتبوت عند الاول زيروز ده يبقى هو الاوفست ايرور، تمام؟ وبعدين تطرح الاوفست ايرور من الكاركترستكس بتاعتك. لما اطرح الاوفست ايرور من الكاركترستكس بتاعتي اكني هرجع للكيرف ده، ان هو البي اوفست هيجي هنا عند الايه هيجي هنا عند الزيرو فولتج، والفي اول وانز دي هتبقى في اول وانز ماينس الفي اوفست. ما انا هطرح الفي اوفست من كل الايه من كل الاوتبوتس، فهيبقى هي نفس الايكويشن دي، الفرق بس ان الاكتوال هنا بدل ما هو في اول وانز هيبقى في اول وانز ماينس الايه ماينس الفي اوفست، تمام؟ برضو زي ما قلت الاكتوال ماينس الايديال على الايديال، فبالتالي بيديك هنا ايه ماينس واحد دي لو انت عايزها كبرسنت بتضرب في ايه بتضرب في 100. ده بالنسبه للايه للداك ستاتيك تيستنج لو انا عايز اقيس الاوفست والجين ايرورز. لو انا بقى عايز اقيس الديناميك بقى كاركترستكس بتاعت الداك، الحقيقه بنهتم بحاجتين، بنهتم ان انا بدخل ساينسويدال انبوت وبهتم ان انا بدخل بالس انبوت. هنشوف التو كيسز دول وكل واحده بستفيد منها ايه. الاول بالنسبه لي ان انا اعمل ساينسويدال انبوت، خد بالك ان الداك الانبوت بتاعه هو زي ما قلنا ديجيتال، يعني ما هوش انالوج انبوت، ده ايه ده ديجيتال
input. فبالتالي انا هدخله هنا هيكون ديجيتال ساين ويف. انا عايز اجنريت ديجيتال ساين ويف. فالجهاز اللي هنا ده هو ايه؟ هو بروجرامبل اربيتري ويف فورم جنريتور اور وورد جنريتور. يعني ايه؟ يعني ببساطه الجهاز ده بيكون فيه بافر، تمام؟ والبافر دي انا هخزن فيها الفاليوز بتاعه الساين ويف. كنا كده لما انت بترسم الساين ويف في الماتلاب، هل الساين ويف دي كونتينوس في الماتلاب؟ مش كونتينوس ولا حاجه، صح؟ انت بتعمل فيكتور بايه، بتايم ستيب معينه، وبيجنريت الايه، بيجنريت الساين ويف. اكني هاخد القيم دي بتاعه الفيكتور في الماتلاب، تمام، واروح اخزنها في البافر بتاعه الجهاز، ماشي. والبافر بقى الجهاز هيعمل ايه؟ هيبدا يطلع القيم دي واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه، لحد لما يوصل لاخر البافر يعيد الثاني من الايه، يعيد ثاني من اول البافر، تمام. فدي كانها ديجيتال ايه، ساين ويف. ده بيسموه ديجيتال سينثيسيس، كانك بتعمل ديجيتال سينثيسيس ساين ويف. على فكره في الحقيقه في ناس بتستعمل الطريقه دي كفريكوانسي سينثيسايزر، اسمه دايركت ديجيتال سينثيسايزر. يعني هو يجنريت الساين ويف ديجيتال دومين، بعد كده يحط داك يحول الساين ويف ديجيتال دي الى ايه، الى انالوج، تمام. يعني بدل ما يستعمل انالوج سينثيسايزر زي السينثيسايزر اللي انتم عارفينها بقى، تمام، لا هو هيستعمل ديجيتال ايه، هيستعمل ديجيتال سينثيسايزر. المهم طبعا لو انت محتاج تحط هنا ايه، ريجسترز، كلوك ريجسترز، عشان تظبط الايه، التايمنج بتاعك. بعد كده تروح على الداك، الداك هنا هيخرج لك انالوج ايه، هيخرج لك انالوج ويف فورم. طبعا الويف فورم اللي خرجت هنا اللي هي الانالوج ويف فورم دي هيقيسها ازاي؟ هيقيسها طبعا عن طريق انالوج سبيكترم انالايزر، لان هي انالوج سيجنال، تمام. عشان اقيسها محتاج ان انا استعمل هنا انالوج سبيكترم انالايزر. طيب واحد بقى هيسالني، هو انا اشمعنى استعملت ساين ويف؟ عشان الساين ويف لما اجي ارسم الفريكوانسي سبيكترم هتظهر لك كايه، هتظهر لك كسنجل كومبوننت، مش كده برضو؟ تمام. فبالتالي لما يكون عندي بقى انوانتد كومبوننت، لما يكون عندك ديستورشن، هتشوف الديستورشن ده مميز، هيبقى في كومبوننت ثانيه طالعه لك في الفريكوانسي سبيكترم. لكن انا دخلت اصلا حاجه مثلا زي السوتوث، هي اوريدي السوتوث عند فريكوانسي كومبوننتس كتير قوي، فانا مش هبقى فاهم هو ايه اللي جاي من السيجنال بتاعتي وايه اللي جاي من النونلينيار بتاعت الداك. كله هيخش في ايه، كله هيخش في بعض. طيب لما اعمل انا التست ده بقى، اتوقع ان انا هشوف ايه، هتشوف السبيكترم انالايزر الايه، السبيكترم بتاع السيجنال، هتشوف حاجه زي كده، تمام. طبعا المفروض ان الايه، ان السيجنال بتاعتك هتظهر لك كايه، كبير كبيره كده، دي السيجنال اللي انا ايه، اللي انا مدخلها، تمام. وبعدين هيبقى عندك بقى شويه ديستورشن ايه، كومبوننتس. زي ما انا ديستورشن كومبوننتس دي ممكن تكون هارمونكس، تمام. يعني ندخل هنا فاندمنتال اللي هي هتبقى الفي 1 هنا، ادي الفي 2 عند ضعف الفريكوانسي، الفي 3 3 اضعاف الفريكوانسي، الفي 4 عند 4 اضعاف الايه، الفريكوانسي. فدي السكند هارمونيك، دي الثيرد هارمونيك، دي الفورث هارمونيك. بعض الناس بيحب يسمي السكند هارمونيك دي، بيقول عليها الفيرست هارمونيك، نقول دي فاندمنتال، فدي اول هارمونيك فسميها الفيرست هارمونيك. بس يعني الطريقه دي طريقه تلخبط قوي بصراحه، تمام. ان هي دي عند ضعف الفريكوانسي، فالمفروض ان انا اسميها السكند هارمونيك، والفيرست هارمونيك ده هو الفاندمنتال. بس احنا بنقول عليه فاندمنتال عشان هو ده اللي انا عايزه، تمام، مش بقول عليه الفيرست هارمونيك. فالطريقه دي احسن شويه، انك تسمي دي السكند هارمونيك وتسمي دي الثيرد ايه، وتسمي دي الثيرد هارمونيك. بس طبعا انت بتقرا حاجه لازم تبقى عارف الكونفنشن بتاع الراجل اللي بيكتب الكلام اللي انت اللي انت بتقراه. وطبعا زي ما احنا عارفين ممكن الاقي بقى حاجات ايه، الياس ده عندي زي ما احنا شايفين كده، عندي هنا دي 10th ودي 9th ودي 8th، حصل لهم ايه، حصل لهم الياسنج عندي في الفيرست نايكويست زوم، تمام. طيب لما تيجي بقى تقيس بالسبيكترم انالايزر في الحقيقه، في احد اهم البروبرتيز بتاعه السبيكترم انالايزر حاجه اسمها الار بي دبليو. الار بي دبليو دي اللي هي ريزوليوشن باند ويدز. ايه ريزوليوشن باند ويدز ده؟ لما السبيكترم انالايزر بيجي يقيس، عايز يرسم السبيكترم، هو بيعمل ايه في الحقيقه؟ بيجيب باند باس فلتر، تمام. انا عايز ارسم من اول فريكوانسي مثلا هنا اف 1 لحد فريكوانسي اف 2، بيعمل ايه السبيكترم انالايزر؟ بيجيب باند باس فلتر اللي هو زي الاحمر ده، ويعمل له سويب من اول الفريكوانسي اللي انت عايزها لحد ايه، لحد اخر فريكوانسي، تمام. طيب فالباند باس فلتر ده هيعدي جزء من الايه، هيعدي جزء من السيجنال وهيعدي معاها النويز. لما الباند باس فلتر ده يكون كبير هيعدي نويز كبيره، فالباور اللي هيقيسها هتبقى ايه، هتبقى باور عاليه. والعكس لما الباند باس فلتر ده يبقى صغير هيعدي نويز صغيره، فبالتالي الباور اللي هيقيسها هتبقى ايه، هتبقى باور صغيره. فاللي هيتحكم في النويز فلور في الحقيقه هو ايه، هو الار بي دبليو اللي هي ريزوليوشن باند ويدز، الريزوليوشن بتاعه السبيكترم انالايزر باند باس فلتر. نفس تقريبا الايفكت اللي احنا كنا بنتكلم عليها واحنا بنشرح الاف اف تي. احنا بنشرح الاف اف تي قلنا كده لما تزود النمبر اوف بوينتس بتاعه الاف اف تي فانت هتزود النمبر اوف بينز، ولما تزود النمبر اوف بينز نصيب كل بين من النويز هيبقى قليل. نفس الحكايه برضو هنا اهو، لو انا صغرت الار بي دبليو، تمام، هحتاج ان انا احرك الايه، الباند باس فلتر ده مرات اكتر بكتير، بس نصيب كل مره من النويز هيبقى ايه،
هيبقى قليل. طب ايه اللي هستفيده لما انا اقلل النويز فلور؟ لما تقلل النويز فلور هعرف ان انا اشوف الهارمونكس دي، هعرف ان انا اميز الديستورشن كومبوننتس، ان لو النويز فلور عادي النويز فلور هتغطي الايه، هتغطي الهارمونكس ومش هعرف اشوفها. طب ايه اللي هخسره لما انا اقلل الار بي دبليو ريزولوشن باندويث؟ اللي هتخسره ان هو هتبقى الميجرمنت بطيئه جدا جدا، هو ماسك باند بس فلتر عمال يحركه ستيب 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 لحد لما يغطي من F1 لF2. لو الستيب دي صغيرة قوي هيقعد وقت طويل في الحقيقة، لو انت صغرتها زيادة عن اللزوم ممكن تلاقي السبكتر انالايزر بياخد مينتس او اكتر في الحقيقة عشان يعمل لك سنجل ايه، عشان يعمل لك سنجل ميجرمنت. المهم ان الاس ان ار بتاعتنا تمام، ما اقدرش ان انا اقول بقى ان هي ايه الفرق ما بين السيجنال باور والنويز فلور، ما اقدرش ان انا اقول كده. لازم اخد في اعتباري بقى الايه زي ما اتفقنا الار بي دبليو ريزولوشن باندويث نفس بالظبط اللي انا عملته لما جيت استعملت الايه الاف اف تي، وقلت ان الايه النويز فلور هيعتمد على النمبر اوف بوينتس بتاعه الاف اف تي. طيب هيطلع لك شويه بقى حاجات من الميجرمنت دي اقدر اقيس بيها البروبرتيز بتاعتي. فعندك هنا معادله تحسب منها الاس ان ار سيجنال تو نويز ريشيو. خد بالك ان الاس ان ار المفروض ان هي اصلا ما بتعتمدش على الار بي دبليو، اللي هيعتمد على الار بي دبليو هو النويز فلور بتاعك. كل ما هستعمل ريزوليوشن باند ويدث صغير، خد بالك السبيكتروم انالايزر ده هو في الاخر بيقيس باور، بيقيس قيمه واحده. فانا اكني انا ماسك هنا الصندوق ده عمال احركه، كل مره بقيس الباور الموجوده في الصندوق، كل مره اقيس الباور الموجوده في الصندوق. لما يجي هنا عند الفاندمنتال هيقيس لك الباور بتاعه الفاندمنتال، لما يكون موجود هنا اهو هيقيس لك الباور بتاعه الايه بتاعه النويز، وانا عمال احرك الصندوق الاحمر ده في السبيكتروم في السبيكتروم بتاعي تمام. فكل ما هصغر الصندوق الاحمر كل ما اجي اقيس هيقيس باور اقل، فهتقلل النويز فلور. لما ده يقل النويز فلور هتقل، لكن الاس ان ار في الاخر هتفضل ثابته لان التوتال نويز باور هي ما اتغيرتش في النهايه. في النهايه توتال نويز باور لم تتغير تمام، لكني بضرب الايه النويز دينستي الموجوده في كل صندوق في عدد الصناديق اللي انا قست فيها، فده هيفضل رقم ثابت. لما اكبر لما اكتر عدد الصناديق النويز دينستي هتقل، لما ازود عدد الصناديق هقل النويز فلور، خليه ينزل ايه، خليه ينزل تحت تمام. طيب وبعدين ممكن اقيس بقى التي اتش دي اللي هو التوتال هارمونيك ديستورشن. لما اجي اقيس التوتال هارمونيك ديستورشن هعمل ايه؟ قلنا على حسب الكونفنشن بتاع بقى الايه المانيفاكتشر، يعني مثلا بالنسبه للاي دي اي هنا تمام بياخدوا اول خمسه هارمونكس، اول خمسه هارمونكس هما من اول في 2 لحد ايه لحد في 6 تمام، هياخد الباور بتاعه السكند هارمونيك الثيرد هارمونيك الفورث الفيفث لحد ما يوصل للايه للسيكس هارمونيك. خد بالك ان لو انت قايس هنا الحاجه بالدي بي تمام، هو هنا بيرجع يحولها لايه، بيرجع يحولها لباور تاني، فبيقسمها على 20 تمام، وبعد كده يعملها تو ذا باور اوف ايه، تو ذا باور اوف تو ذا باور اوف 10، هي كده فولتج تمام، يعملها سكوير عشان يحولها لباور، يجمع الباورز وبعد كده خد لها السكوير روت تاني رجع حولها تاني الفولتج، عشان كده خد هنا 20 لوج. طبعا ممكن اعملها 10 لوج واشيل السكوير روت اللي هنا ما تفرقش، هي مفيش اي ايه مفيش اي فرق، لان السكوير روت ده حول الباور الى فولتج فعملت 20. لو كنت سبتها باور زي ما هي كنت هعمل هنا 10 ايه، كنت هعمل هنا 10 لوج تمام. بعد كده احسب بقى السي نت اللي هي سيجنال تو نويز اند ديستورشن ريشيو تمام، هاخدها بايه، هاخد معايا بقى هنا الاس ان ار تمام، وهاخد معايا التي اتش دي. السي نت باخد معايا كل حاجه نويز اند ديستورشن. خد بالك لما بجمعهم كايه، بجمعهم كباورز تمام، تنساش ان انا بجمعهم كباورز. طبعا الحاجات دي كلها اليونتس بتاعتها بالدي بي سي اللي هي دي بي بيلو الكارير، دي بي بيلو الكارير، عشان كده هنا لما جه يحسب محتاجش ان هو يحط الايه، محتاجش ان هو يحط السيجنال باور، ان هم اوريدي بالدي بي سي نورمالايزد للكارير باور. الكارير طبعا اللي هو الفاندمنتال. قلنا على حاجه بقى لما شرحنا قبل كده الكوانتايزيشن، قلنا ان انت ما ينفعش تستعمل التيست تون تكون ريليتد كورليتد للسامبلنج فريكوانسي بتاعتك تمام، يعني ما ينفعش يبقى اف سي كارير فريكوانسي على الاف نود، اف سي اللي هي الكلوك فريكوانسي معلش تمام، على الاف نود اللي هي التست فريكوانسي ما ينفعش يساوي انتجر. لو انت عملت كده معناها ان انت كل مره هتسامبل الساين ويف في نفس الاماكن، فالكوانتايزيشن ايرور بتاعك هيبقى بيريودك تمام، فلما يكون بيريودك في التايم دومين هيظهر كتونز في الايه في الفريكوانسي دومين، فانت مش هتبقى عارف هي التونز دي ديستورشن ولا التونز دي ارتفيشال. زي ما قلنا في الحقيقه في الواقع عمرك ما هيحصل الايفكت دي، عمرك ما هي سيجنال بتخش لك اصلا سيجنال شكلها بيتغير ومعاها نويز تمام، عمرك ما هتضمن الكورليشن ما بينها وبين التست فريكوانسي، فالكورليشن ده هيحصل ارتفيشالي في اللاب في الحقيقه وانت بتعمل التستنج تمام. فعشان ما يحصلش بقى التستنج ارتفاكت دي لازم تضمن ان زي ما قلت ما فيش ما يبقاش فيه كورليشن ما بين الكلوك فريكوانسي والتست تون بتاعتك. فهنا لما استعمل بقى ريشيو نون انتجر ريشيو تمام،
هيعمل spreading بقى الباور اللي موجوده في الهارمونكس دي في الايه في الـ different frequency components. فال SFDR هتقل جامد قوي. هناخد بالك اعلى هارمونيك كانت معديه الماينس 80, هنا اعلى هارمونيك تمام بقت اقل من الماينس ايه ماينس 90. هنا SFDR 76 دي بي سي وهنا 92 وهنا 92 دي بي سي. طيب جميل. فده النوع الاولاني من التست اللي احنا بنعمله مع الديك ان احنا بندخل sinusoidal input. النوع الثاني بقى من التست ان انا بدخل step input, وده بعمله ليه؟ عشان اقيس settling time بتاع الديك. يعني لما ادخل input جديد على الداك الاوتبوت هيبدا يتغير, فانا عايز اشوف الاوتبوت ده هيسيتل في تايم قد ايه. طب عشان اعمل التست ده محتاج ايه الاجهزه اللي انا محتاجها؟ برضو زي ما قلت معظم الاحيان بالكنترول تيستنج عندنا بالبي سي بتاعنا كمبيوتر بروجرام لاب فيو او مات لاب. تمام. وعندي هنا حاجه بتظبط موضوع التايمنج بقى جنريشن بتاع الكلوكس والكلام ده. ولو انت محتاج هنا كنترول سيجنالز. تمام. هدخل الديجيتال انبوت بتاعي في الريجستر دي او في الدرايفر ده, هدرايف الديجيتال انبوت ده الداك, وبعد كده هتريجر الايه هتريجر الكلوك سيجنال. تمام. هستعمل هنا بقى اوسيلوسكوب. الاوسيلوسكوب هيرسم حاجتين. تمام. هستعمل دول التشانل اوسيلوسكوب, هرسم الكلوك سيجنال لان مع الكلوك ايدج المفروض ان الداك يبدا يابديت الاوتبوت بتاعه, فهو ده التريجر سيجنال بتاعتي اللي هي الكلوك سيجنال اللي راحت للداك قالت له يلا حول الديجيتال ده الى انالوج. وهرسم الاوتبوت بقى اللي هو الانالوج اللي خارج من الايه اللي خارج من الداك. هرسم الاثنين مع بعض. طب هيطلع لي ايه؟ هيطلع لك الاوتبوت بقى بتاع الداك وهو بيعمل الترانزيشن. طيب هنا في المثال ده مثلا راسم الحاجه اللي بنسميها الفول سكيل ترانزيشن. الفول سكيل ترانزيشن دي اللي هي لو كان الانبوت اول زيروز وبعدين قمت مغير كل الزيروز دي خليتها ايه خليتها وانس, فبقى عندي الانبوت اول وانس, يعني من الزيرو اقل الفاليو للفول سكيل ايه للفول سكيل بتاعك. طيب التايم بقى بيساوي زيرو, ده اللي فيه عنده الكلوك ايدج. الكلوك ايدج جه هنا عند تايم بيساوي زيرو. الاول الداك هياخد شويه وقت ما بينطقش خالص, ده بنسميه ديد تايم. لسه ما استوعبش الامر اللي جاله ده كده عندي ديد تايم. بعد كده هيبدا الايه هيبدا الداك اوتبوت يعمل سلوينج. تمام. لو فاكرين بقى ما خدنا اللوب امب ديزاين لما بتعمل لارج ترانزيشن, خد بالك ان في الاخر الداك ده هيبقى فيه انالوج سيركت في الايه في الاوتبوت انترفيس. في الغالب الاوتبوت سيركت دي هتكون ليها ماكسيمم كارنت تقدر تخرجه. ماكسيمم كارنت كارنت ثابت, كارنت ثابت بيشحن كاباستور زي ما قلنا, ده بيديك معادله ايه معادله خط مستقيم دي سلوب بيساوي اي على سي. فهتلاقي هنا اولموست خط مستقيم, ده السلوينج ايه ده السلوينج تايم. لما تبدا بقى تقرب من الفاينل فاليو بتاعتك تبدا تخش في اللينير ساتلنت. تمام. طبعا الكيس دي انا عندي سيستم بتاعي اندر دامبد ايه اندر دامبد سيستم, عشان كده شايف هنا في ايه في اوسيليتوري بيهافير او في ايه او في رينجنج. طيب انا عايز ان انا اساتل في الاخر. طب الساتلنج ده هيبقى ويفن ا سيرتن ايرور. تمام. فانا بديفاين ايرور باند, والايرور باند ده في الغالب هيكون ريليتد للايه للال اس بي بتاعه الداك حسب بقى الداك ده ريزوليوشن بتاعته عامله ازاي. تمام. انا عايز ساتل بقى, وانا لو هديفاين وانت بتقيس انت هتديفاين انت عايز ساتل في ايرور دي هل ايرور 1 ال اس بي او ايرور هاف ال اس بي, فانت اللي هديفاين الايرور ايه الايرور بتاعك. فده هنسميه كده الريكفري ريكفري تايم. بعد كده عندك لينير ايه بعد كده عندك لينير لينير ساتلنج. حسيت هنا الفاينل فاليو بتاعتي لما اقيس بقى الساتلنج تايم with respect to the input clock بتاعتي هقيس من اول هنا لحد لما وصلت خلاص لويذن الايه لويذن الايرور باند بتاعي. ممكن برضو اقيس السيتلنج تايم بس with respect to the output, هقيس السيتلنج تايم من اول ما الاوتبوت بدا يتغير لحد لما الاوتبوت عمل ايه عمل السيتلنج. في احيان كتيره هيبقى الفول سكيل سيتلنج ده تمام هو اسوا سيتلنج تايم, هتبقى دي هي الورست كيس. خد بالك ان السيتلنج تايم هيبقى ديبندنت على انا رايح من انهي فاليو تمام الى انهي فاليو. فاحيان كتيره نتيجه ان دي اكبر ستيب ممكن الداك يعملها هتبقى دي هي الورست ايه هتبقى دي هي الورست كيس. لكن في احيان تانية بيبقى في كيس اسوأ بقى كمان من دي. اعمل كده بوز للفيديو دقيقه وفكر ايه الكيس اللي ممكن تبقى اسوأ من الفول سكيل سيتلنج. في الحقيقه الكيس او الباترن اللي ممكن تديك سيتلنج تايم اسوأ, ومعنى طبعا سيتلنج تايم اسوأ يعني سيتلنج تايم اطول, هي الميد سكيل ترانزيشن. تمام. الميد سكيل ترانزيشن دي اللي هي ايه؟ ان انا اروح من 0 اول وانز الى 1 اول زيروز. خد بالك الفرق ما بين ال 0 اول وانز وال 1 اول زيروز المفروض ان هو ال اس بي واحد بس, لكن المشكله ان انت صعب قوي انك تضمن ان كل البيتس تعمل سويتشنج سيمالتينيسلي. صعب ان انا اضمن السيمالتينيس سويتشنج. فايه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل ان الاول بيت ده يقلب. خد بالك ان انا المفروض كل البيتس هنا عندي بتوجل, فممكن البيت الاولاني ده يتوجل فيروح من الايه من الزيرو للوان, يبقى عندك كده اول وانز. فالداك يفتكر ان انت رايح لفين؟
رايح للفول سكيل وبعد كده بقيت البيتس ايه بقيت البيتس التارجت فيكتشف ان انت رايح ايه قريب من الفاجيت الاولانيه فبعد ما تكون طلعت فوق ترجع تنزل ايه ترجع تنزل تحت تاني ومفروض تسيتل الفاليو في الحقيقه قريبه جدا من الفاليو الايه من الفاليو الاولانيه فحسب الديزاين الانتنم ديزاين بقى بتاع الداك ممكن الميد سكيل ترانزيشن ده يبقى اسوأ من الايه يبقى اسوأ من الفول سكيل ترانزيشن طيب كده احنا خلصنا الايه الداك تيستينج تعالوا بقى نبص على الاي دي سي تيستينج برضه هنمسك الاي دي سي ونعمله برضه ستاتيك تيستينج ونعمله دايناميك ايه ونعمله دايناميك تيستينج كنا قلنا قبل كده ان المفروض ان الايديال كاركترستكس بتاعت الاي دي سي هي الخط المستقيم اللي بيوصل ما بين الكود سنترز بس قلنا ان انا اصلا ميجر الكود سنترز دي حاجه يعني صعبه شويه مش حاجه سهله فالاحسن ان انا ديفاين الكاركترستكس بالكود ترانزيشنز من عند الكود ترانزيشنز سهل ان انا اعمل لها ديتكشن لما الانالوج انبوت يكروس الايه يكروس الترانزيشن دي هلاقي ان الديجيتال انبوت عمل ايه عمل ترانزيشن عمل تريبنج فروم وان ديجيتال اوتبوت الى ديجيتال اوتبوت مختلف تمام فبالتالي لو انا رسمت الدوتس دي عند الكود ترانزيشنز هو ده اللي هيديفاين الايديال كاركترستكس بتاعتي خد بالك بقى ان الايديال كاركترستكس دلوقتي بدء من عند ال VLSB على 2 دي اول نقطه اهي لحد اخر نقطه موجوده فين موجوده عند الفول سكيل ماينس 1.5 VLSB ماينس 1.5 VLSB هي دي الدوتس دي اللي هتديفاين الايديال كاركترستكس بتاعتي فالفيرست بوينت اهي موجود عند VLSB على 2 واللاست بوينت موجود عند دي فول سكيل ماينس 1.5 VLSB نفس الكلام اللي قلناه على الداك ان انا اول حاجه هقيس الاوفست والايه والجين ايرورز ولو انا عندي اوفست ايرور بس هقيس الايرور ازاي المفروض ايديالي لما ادخل هنا 0.5 LSB هيطلع لك 001 تمام طب براكتيكالي انا احتاج ادخل بالي مختلفه شويه عشان يطلع لك الايه عشان يطلع لك الكود ده هو الفرق ما بين بقى الفاليو الاكتوال اللي انا مدخلها والايديال فاليو وهو ده هيبقى الاوفست ايرور اللي هو V001 ده الاكتوال فولتج اللي حصل عنده الترانزيشن و 0.5 LSB ده الايديال فولتج المفروض يحصل عنده الترانزيشن ده هيديفاين الاوفست ايرور بتاعي خد بالك ان هنا V001 دي ده الكود الفولتج اللي انا مدخله يعني اللي حصل عنده ترانزيشن الاوتبوت من 000 الى 001 طبعا ده المثال ده مبسط لو انا عندي ايه 3 بت اي دي سي طبعا الاكس اكسس هو الانالوج والواي اكسس هو الديجيتال طب لو انا عندي جين ايرور بس الحاله دي اول نقطه هتكون سليمه بس هيبقى عندي ايه هيبقى عندي ايرور في السلوب وهينتج عنه ايرور في الايه في الفول سكيل فاليو بتاعتك فبرضه هعمل ايه هعمل الاكتوال ماينس الايديال على الايه على الايديال فهياخد هنا الاكتوال فولتج اللي انا قيسته وهياخد الايديال الايديال فولتج اللي انا المفروض ان انا اقيسه تمام وبعدين طبعا لو انا عايز احسب برضه الايرور بيرسنت هضرب في ايه هضرب في 100 لو انت عندك التو تايبس اوف ايرور بقى اللي هم الاوفست والجين ايرور الاول هعمل فيكسنج للاوفست ايرور لما فيكس الاوفست ايرور بتاعي اقدر ان انا بقى اصلح الايه اقدر ان انا اصلح الجين ايرور فهتلاقي هنا لما انا عملت فيكسنج المفروض الاوفست ايرور طرحت الفاليو بتاعت الايه بتاعت الاوفست فهتلاقي هنا البي فول سكيل بتروح منها البي 001 اللي هي كانت الايه كانت الاوفست ايرور بتاعك خد بالك ان انا هنا وانا بحسب الجين ايرور في الحقيقه انا خدت الفرق ده انا خدت الفرق اللي هو الاكتوال اللي هو من اول النقطه دي كده لحد هنا اهو اللي هو تعالوا نرسمه كده اهو عشان كده انا قلت انا عندي هنا في المعادله في اول وانز ماينس 0.5 ال اس بي والايديال خدت من اول اللي هنا اهو لحد هنا اهو ففي فول سكيل ماينس 1.5 ورجعت كمان ماينس 0.5 عشان كده اداك هنا ماينس 2 ايه ماينس 2 ال اس بي في الكيس بقى دي زي ما قلنا انا زودت معايا كمان الاوفست ايه زودت معايا الاوفست الاوفست ايرور طيب السؤال بقى دلوقتي ازاي نقدر اصلا اقيس الستاتيك كاركترستكس بتاعت الاي دي سي يعني بالنسبه للداك الموضوع كان الى حد ما ويل ديفايند لان انا عندي الديجيتال انبوت محصور انا هدخل ديجيتال انبوت معين وهقيس انالوج اوتبوت طب هنا انا هدخل ايه ده الاكس اكسس بتاعي هو الانالوج فانا هدخل انالوج انبوت عامل ازاي ممكن نعمل كذا طريقه احد الطرق بنسميها الايه السيرف لوب كود ترانزيشن تيست طب بيعمل ايه السيرف لوب دي طبعا سيرف لوب معناها كنترول لوب يعني نيجاتيف فيدباك كنترول لوب بعمل ايه برضه هستعمل كمبيوتر عشان ايه اوتوميت عمليه التستنج المره دي الاي دي سي انا مدخل انالوج انبوت طب ازاي هدخل انالوج انبوت وانا الكمبيوتر هو اللي بيطلع مفروض التست باترن تمام في حاله الداك كان الكمبيوتر بيطلع على طول الديجيتال يدخل على الداك انا هنا بقى محتاج يبقى عندي في الحقيقه هاي ريزوليوشن داك يحول الاوتبوت بتاع الكمبيوتر تمام الى انالوج انبوت يدخل على الاي دي سي وطبعا هحتاج ان الداك ده تبقى الريزوليوشن واللينياريتي بتاعته احسن من الايه
احسن من ADC عشان يبقى الايروز اللي انا حايسها تبقى الايروز جايه من ADC مش جايه من ايه مش جايه من الداك. فانا محتاج الداك ريزوليوشن تبقى احسن من الADC ريزوليوشن على الاقل بايه على الاقل بتو بيتس. فبالتالي تقدر تستنتج برضو ان الطريقه دي مش هتنفع لو انا عندي فيري هاي ريزوليوشن ADC ان انا مش عارف الاقي داك احسن منه في الحقيقه. فبالتالي التستنج ده مش هيبقى ايه مش هيبقى فاليد. طب هعمل ايه في التست بتاعي ده؟ هبدا ان انا اسويب الانالوج انبوت بتاعي وانا بقيس الانالوج انبوت ده بالديجيتال فولتميتر وفي نفس الوقت بقيس الديجيتال باترن اللي خارجه من الايه من الاي دي سي. اول ما الديجيتال اوتبوت اللي خارج من الاي دي سي يعمل فليبنج يبقى انا كده عند كود ترانزيشن. مظبوط كده انا كده وصلت عند كود ترانزيشن فهريكورد الفولتج اللي حصل عنده الكود ترانزيشن ده. هتقولي بس انا هيبقى عندي نويز بتاثر على الايه هتاثر على الريدنج بتاعتي. هقولك عشان كده بقى بنعمل الايه السيرفو لوب ده. هفضل الف وادور يعني الفولتج اللي حصل عنده الترانزيشن هبدا اعلى عنه شويه واقل عنه شويه اعلى عنه شويه واقل عنه شويه كاني ماشي بصوت صغيره كده واعمل افريجنج للفولت اللي خارج هنا اهو. فاقدر ان انا اكنسل بالطريقه دي النويز اللي ايه النويز اللي موجوده في الميجرمنت. بس في الحقيقه زي ما قلنا الطريقه دي ماهيش براكتيكال قوي خاصه لو انا عندي هاي ريزوليوشن هاي ريزوليوشن اي دي سي. في طريقه ثانيه بقى ماتش مور افيشنت عنها اللي هي بنسميها الهيستوجرام او الكود دينستي تيست. فتعالوا كده الاول نفهم الايه نفهم الفكره بتاعتها. تعالوا نفهم الهيستوجرام بقى تيست ده بيشتغل ازاي. زي ما اتفقنا انا الاكس اكسس بتاعي هو الانالوج انبوت والواي اكسس بتاعي هو الديجيتال ايه هو الديجيتال اوتبوت. فانا هعمل ايه انا هدخل انالوج انبوت عباره عن ايه عباره عن رامب بالشكل ده اللي هو الاحمر ده. خد بالك ان الاحمر ده هو رسمه الفي انبوت مع مع التايم. طيب جميل ايه اللي هيحصل بقى؟ هبدا ان انا ادخل الكلوك بتاعتي. خد بالك ان الاي دي سي ده بتحكم فيه في الحقيقه عن طريق كلوك. فانا ادي الاي دي سي بتاعي اهو ومع كل كلوك ايدج لما تيجي الكلوك بتاعتك هنا هيعمل لك كونفرجن من الانالوج انبوت الى ديجيتال ايه الى ديجيتال اوتبوت. طيب فافترض معايا ان انا مدخل طبعا الانبوت بتاعي بسلوب معين والسلوب بتاعي ده هو اللي هيتحكم في الايه هو اللي هيتحكم في التايم عن طريق التايم بتاع الرام هيتحكم في السلوب بتاع الانالوج انبوت اللي انا مدخله. فافترض معايا ان انا ظبطت الكلوك ريت مع التايمنج بتاع الرام بحيث ان في كل كود في كل كود هيجي لي 4 كلوك ايدجز. خد بالك انا عندي هنا 1 2 3 4 عندي 4 كلوك ايدجز. طيب جميل. فلما اخلص الكود ده هيبدا الديجيتال يعمل ايه يعمل عندي ترانزيشن بالشكل ده. اخش في الكود اللي بعده هيجي في الكود اللي بعده يجي برده 1 2 3 4 كلوك ايدجز. طيب انا هعمل ايه في التست ده؟ في الحقيقه انا هبدا اخد الديجيتال اوتبوت اللي خارج وارسم له هيستوجرام. الهيستوجرام اللي هو بقى كاني بقول نمبر اوف هيتس. انا عايز ارسم النمبر اوف هيتس. يعني ايه نمبر اوف هيتس؟ يعني انا خبطت في كل كود كم مره او هقرا كل كود كم مره. هرسم نمبر اوف هيتس ده فيرسس الايه فيرسس الكود. تمام يعني ايه تعالوا نوضح الموضوع اكتر شويه. بالنسبه للكود اللي هو 001 لما انا ابص على الديجيتال اوتبوت اللي خرج عندي من الاي دي سي هشوف الكود ده كم مره؟ هشوفه 4 مرات مش كده برضو؟ هشوف الكود ده 4 مرات. فكني هرسم هنا ايه ان انا شفت الكود ده 4 مرات. طيب الكود اللي بعده اللي هو 010 هشوفه كم مره؟ برضو هشوفه 4 مرات. يبقى انا هشوف الكود ده برضو ايه برضو 4 مرات. طبعا ده في الحاله الايديال. في الحاله الايديال ان الكاركترستكس بتاعتي مظبوطه. لما يكون عندي بقى نون لينياريتيز لما يكون عندي نون لينياريتيز زي ما احنا عارفين هيبقى عندي وايد كودز وهيبقى عندك نارو كودز. فافرض معايا بقى ان الايه ان الكاركترستكس بتاعتك مش مظبوطه بقى. تعال نرسم ان لو عندي نون لينياريتي لو عندي نون لينياريتي مثلا فالكود ده عريض مثلا هو بالشكل ده والكود ده صغير بالشكل ده كان الاحمر هي الايه هي الكاركترستكس بتاعتك. في الحاله دي بقى الكود اللي هو 001 ده هشوفه كم مره؟ هشوفه 6 مرات في الحقيقه. في الكيس اللي انا رسمتها دي هشوفه 6 مرات. فبدل ما يكون عندي هنا رقم 4 لا ده هيكون عندي رقم 6. طب والكود اللي بعد اللي هو 010 هشوفه كم مره؟ بدل ما هشوفه 4 مرات انا هشوفه ايه هشوفه مرتين بس. فبالتالي الوايت كود هشوفه كتير والنارو كود هشوفه ايه هشوفه قليل. فالنمبر اوف هيتس هيديني على طول انفورميشن مين الكودز الوايت ومين الكودز الايه ومين الكودز النارو. طب ازاي بقى من الانفورميشن اللي جايه لي من الهيستوجرام ده اللي هو النمبر اوف هيتس اقدر ان انا احسب الدي ان ال؟ احنا عارفين ان انا وانا بحسب الدي ان ال المفروض ان انا هحسب الاكتوال ويدث بتاعي اللي هي الستيب الحقيقيه تعال نسميها الدلتا اكس ماينس الايديال ستيب
على الايديال ستيب. انا هعمل ايه بقى؟ بدل ما انا هقيس الستيب انا هعبر عن الستيب بتاعتي او الويدز بتاع الكود بالنمبر اوف هيتس في الحقيقه. فلو انا عندي ايديال كود المفروض ان انا يبقى عندي 4 هيتس في الكيس بتاعتنا دي مثلا. 4 هيتس ده الايديال، ماينس 4 اللي هو الايديال على 4 فيديك 0 دي ان ال. طب في الكيس لما بقى ما حطيت نال لينياريتي، كان عندي في المثال الاولاني ده مثلا قلت ان انا هقرا 6 هيتس، فيبقى 6 ماينس 4 على 4 هيديك في الحقيقه ان انت عندك هنا 2 على 4 اللي هي دي ان ال بلس 0.5 ال اس بي. لما عندك هو دي ان ال بالبوزيتيف نتيجه ان انت عندك وايد وايد كود. في المثال الثاني بقى لما كان عندي هنا لينيارتي تمام، وقريت ايه؟ وقريت 2 اوتبوتس بس، 2 هيتس بس، هيبقى دي ان ال عامله ازاي؟ 2 ماينس 4 على 4. خد بالك ال 4 دي اللي هي الايديال نمبر اوف هيتس، الايديال نمبر اوف هيتس هيديك ماينس 2 على 4 اللي هي ماينس 0.5 ال اس بي. فعندي هنا ماينس اهي اشاره سالب تمام، نتيجه ان انا عندي هنا نارو كود. فاقدر اقيس بقى الاي دي ان ال بتاع ده والدي ان ال بتاع ده وهكذا. وطبعا اجيب بقى الاي ان ال ازاي؟ تجيب الاي ان ال بانك تعمل كوميوليتيف سام للدي ان ال، يطلع لك على طول الايه؟ يطلع لك على طول الاي ان ال. اهو الاي ان ال هي الكوميوليتيف سام بتاع الدي ان ال. طبعا الريزوليوشن بقى بتاعت الميجرمنت بتاعتي هتعتمد انا عندي كام كلوك ايدج اصلا في كل كود اون افريج. فانا في المثال بتاعي ده مثلا المفروض ان انا اون افريج عندي 4 هيتس في كل ايه؟ في كل كود. فلما هتغير هتغير بواحده من الاربعه دول، هيبقى الريزوليوشن عندي هي ايه؟ هي ربع ال اس بي. يعني خد بالك الكيسز اللي ممكن تحصل ايه؟ زي ما انا الايديال ان انا هيبقى عندي 4 ماينس 4 على ال 4 تمام. الكيسز اللي ممكن تحصل ان بدل الاربعه دي يكون عندي 3، يكون عندي 2، يكون عندي 1، يكون عندي 5. فكل مره هتغير بايه؟ كل مره هتغير بربع في الحقيقه. ليه؟ لان انا اون افريج عندي 4 هيتس في الكود. فبالتالي في المثال بتاعنا ده انا احسن ريزوليوشن اقدر اقيس بيها هتبقى اللي هي 0.25 ال اس بي. طب لو انا عايز اجيب اقيس الدي ان ال والاي ان ال بريزوليوشن احسن من كده هعمل ايه؟ هقول لك خلاص في كل كود خلي اون افريج عندك لارجر نمبر اوف هيتس. يعني لو انا عندي مثلا بدل الاربعه هيتس دول لو انا خليتهم 10 هيتس اون افريج في كل كود كده هيبقى عندي ريزوليوشن 1 اوفر 10 اللي هي هتساوي طبعا 0.1 ال اس بي. هيبقى عندك ريزوليوشن 0.1 ال اس بي. لو بدل ال10 دي خليتها ايه؟ خليتها مثلا 100 هيبقى عندك ريزوليوشن 0.01 ال اس بي وهكذا. هتقولي طب انا اخسر ايه؟ ايه اللي هخسره يعني لما احسب ريزوليوشن؟ اقول لك لو انت عندك في الحقيقه الاي بي سي شغال عند كلوك ريت معين ساعتها الكلوك ريت هيبقى ثابت. فلو انت عايز تزود النمبر اوف هيتس هتحتاج تخلي الرامب ده ابطا، فده هيزود الميجرمنت تايم بتاعتك. يعني لو انا عايز اروح مثلا من ال10 لل100 هحتاج ان انا اخلي الرامب بتاعي ده يبقى ابطا 100 مره. فلو سي الميجرمنت بتاعتك مثلا بتاخد 1 مينيت هتضطر انت تقعد 10 مينيتس عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل ميجرمنت للاي بي سي بتاعك. تعالوا بقى نشوف مع بعض التست سيت اب هيبقى شكله عامل ازاي بتاعي. هيبقى عندي زي ما اتفقنا هنا اهو حاجه تطلع لي رام. ولو انا عايز احسن بقى الميجرمنت اكيرسي بتاعتي محتاج ان انا اكرر الميجرمنت كذا مره. عشان اكرر الميجرمنت كذا مره بقى بدل ما مطلع رام بطلع ايه؟ تريانجلر ويف فورم. اكني هقيس كده واقيس كده واقيس كده، فهكرر الميجرمنت كذا مره واجمع بقى كل الايه؟ كل الهيتس دي مع بعض. هدخل التريانجلر ويف فورم دي على الاي بي سي بتاعي وهبدا بقى اخزن الايه؟ الوردز اللي خارجه هنا في ايه؟ في ميموري. والميموري دي بعد كده بقى ادخلها على الكمبيوتر وارسم ايه؟ وارسم الهيستوجرام اللي هو النمبر اوف اوكيرنسز او النمبر اوف ايه؟ او نمبر اوف هيتس فور ايتش فور ايتش كود. وزي ما اتفقنا بقى انا المفروض ان انا بطرح الاكتوال ماينس الايديال او الثيوريتيكال ده. طب انا هعرف منين الثيوريتيكال؟ ممكن اعرف الثيوريتيكال ان انا اقيس التوتال نمبر اوف هيتس، او انا هقيس التوتال ام تي سامبلز مثلا خلاص من اول الكود اللي هو 1 لحد 2 تو ذا باور اوف ان ماينس 2، هقسم التوتال نمبر اوف هيتس على التوتال نمبر اوف كودز، فيديك الافرج ايه؟ الافرج نمبر اوف هيتس. لو انا طبعا افترضت ان كل الكود زي بعض فده هيديك الافرج نمبر اوف ايه؟ اوف هيتس. هيديك بقى دي ان ال زي ما اتفقنا الاكتوال ماينس الايديال على الايديال اللي هي تديك هنا ماينس 1، ومعاك هنا الاكتوال ماينس على الايه؟ الاكتوال على الايديال او الثيوريتيكال. تعمل كوميوليتيف سام اللي هو انتجريشن بمعنى اخر، بس الانتجريشن لو انت ديسكريت كوميوليتيف سام للدي ان ال هيديك الايه؟ هيديك الاي ان الاي ان ال. واحد هيسال لي هو انا ليه هنا قلت من زي من 1 لحد 2 تو ذا باور اوف ان ماينس 2؟ ليه ما قلتش من 0 لحد 2 تو ذا باور اوف ان ماينس 1؟
اعمل كده بوز للفيديو دقيقه وفكر في اجابه السؤال ده عشان تعرف الاجابه على السؤال ده. في الحقيقه خد بالك ان انا لما بدخل الرامب انبوت بتاعي الماينس فول سكيل ده اللي هو اقل قيمه يعني طبعا ده لو انت شغال باي بولر يعني اللي هو هيكورسبوند في الحقيقه في الديجيتال للاول زيروز ده هيكورسبوند للايه للاول زيروز الاول زيروز اللي هي هتكورسبوند للايه للزيرو كود. طيب والبلاس فول سكيل ده المفروض ده اللي هيكورسبوند للايه ده اللي هيكورسبوند للاول وانز المفروض ان الاول وانز دي اللي هي 2 تو ذا باور اوف ان ماينس ايه ماينس واحد. طيب ايه المشكله لا ما خدتش الكودز دي معايا ليه؟ الفكره ان انا عشان التست ده يبقى سليم لازم اضمن ان الرامب بتاعي يبقى ليه بيرفكت لينياريتي. وخد بالك ان انا مدخل هنا تريانجلر ايه تريانجلر ويف فورم. لو انا ظبطت البيكس بتاعه التريانجلر ويف فورم عند الزيرو والفول سكيل بالظبط هيبقى لينياريتي مش مظبوطه في الجزء ده. خد بالك الجزء ده في الحقيقه عمري ما هيحصل عندي بيرفكت ترانزيشن بالشكل ده. هيبقى وانا بروح من البلس للماينس هيبقى عندي كيرفيتشر بالشكل ده وانا بروح من الماينس دي النيجاتيف سلوب يعني البوزيتيف سلوب هيبقى عندي كيرفيتشر بالشكل ده. فاللينياريتي هتبقى بايظه هنا اهو واللينياريتي هتبقى بايظه ايه هتبقى بايظه هنا اهو. فانا عايز اخرج الحته اللي فيها لينياريتي بايظه بره التيست بتاعي. فبالتالي لما ادخل انالوج انبوت هدخل حاجه اقل من الفول سكيل زي ما انتم شايفين كده وهيبقى خلي الماكسيمم بتاعي اكبر من الايه طبعا المينيمم اقل من النيجاتيف فول سكيل والماكسيمم اكبر من البوزيتيف ايه من البوزيتيف فول سكيل. هتقولي طب ما انا لما ادخل انا حاجه اقل من النيجاتيف فول سكيل هيخرج عندي اوتبوت ايه هيخرج عندك زيروز. طب ولما ادخل حاجه اكبر من البوزيتيف فول سكيل هيخرج عندي ايه هيخرج عندك اول وانز. هتقولي كده الله يبقى كده هيبقى عندي الزيروز هيخرجوا زياده عن اللزوم والاول وانز هيخرجوا زياده عن اللزوم. ايوه كلامك صح بالظبط كده اهو هم هيخرجوا زياده عن اللزوم ومش هيعبروا عن الايه عن الويدز الحقيقي بتاع الكود. هو ده السبب ان انا شلتهم بقى لما جيت احسب الافريج شلتهم ان هم هيبقى فيهم هيتس زياده عن اللزوم اصلا. فلما تيجي ترسم الهيستوجرام هتلاقي الاول زيروز خارج كتير قوي فبنقول ان انا عندي اوفر فلو هيتس هنا عند الاول زيروز وهتلاقي الاول وانز خارج كتير قوي فيبقى عندك اوفر فلو هيتس في الايه في الاول وانز. فقبل ما احسب الافريج مهم جدا قبل ما احسب الافريج نمبر اوف هيتس اللي هو الايديال نمبر اوف هيتس لازم اعمل ديسكاردنج للاول وانز واعمل ديسكاردنج للاول زيروز. بعد كده هقسم بقى التوتال سامبلز بعد ما عملت ديسكاردنج للاوفر فلو بينز دي كل واحده من دول برضو بنسميها بين تمام عشان كده هو كود بين. هعمل ديسكاردنج للبين دي وهعمل ديسكاردنج للبين دي واخد بقى بقيه البينز اللي هما 2 تو ذا باور اوف ان ماينس 2 اخد بقيه البينز دي واعمل ايه واعمل افريجنج للام دي توتال سامبلز عليه. خد بالك بقى لو عندي وايد كود هيطلع نمبر فيتس بتاعه كبير لو عندي نارو كود هيطلع نمبر فيتس بتاعه قليل لو عندي ميسنج كود هيطلع نمبر فيتس بتاعه بكام بزيرو مش هيظهر خالص عندك في الايه مش هيظهر خالص عندك في الاوتبوت. فالطريقه دي في التستنج اللي هي الكود دينستي دي احنا شايفين طريقه ظريفه وجميله وكل حاجه تمام بس طبعا هي مشكلتها او عيبها الرئيسي ان انا بفترض ان انا عندي انبوت عباره عن رامب ويز بيرفكت لينياريتي. في الحقيقه خد بالك ان لو اللينياريتي بتاعت الرامب بايظه كل التست بتاعك هيبوظ كل الاسامبشن اللي احنا بنتكلم فيها دي مش هتبقى ايه مش هتبقى فاليد. طب انا اقدر اجنريت رامبس ويز لينياريتي عامله ازاي؟ في الحقيقه يعني انك تعمل رامب جنريشن دي موضوع صعب مش حاجه سهله يعني احدث جهاز في الدنيا يمكن بيطلع لك رامبس واللينياريتي اب تو 14 بيتس ده يعني لما تجيب جهاز بقى يعني فظيع في الايه في اللينياريتي بتاعته يخرج لك ويف فورم. طبعا ده عباره عن ايه ويف فورم جنريتور في الحقيقه في الاخر فعشان تخرج ويف فورم ويز هاي لينياريتي اتس فيري تشالنجينج ان ده في الحقيقه كانه عامل زي الداك انت عندك داك ويز فيري هاي لينياريتي فالحاجات اللي موجوده في التستنج اكويبمنت ممكن تخرج لك رامبس ويز 14 بيت لينياريتي. عشان اخرج رامب ويز 14 بيت لينياريتي يبقى المفروض اقيس اي دي سي زي ما قلنا 2 بيتس بيلو الايه اللينياريتي او الريزوليوشن بتاعت الداك فانا ممكن استعمل الطريقه دي عشان اكاركترايز 12 بيت اي دي سي. طب افرض انا عندي 16 بيت اي دي سي 18 بيت اي دي سي 20 بيت اي دي سي هل اقدر استعمل الطريقه دي معاه؟ لا ما اقدرش استعمل الطريقه دي معاه. الله طب ما نعمل ايه ازاي استعمل الايه طريقه الدينسي تيستنج دي؟ قال لك طب دور كده على الويف فورم اللي انت ممكن تخرجها ويز بيرفكت لينياريتي. ما هي الويف فورم اللي انا ممكن اخرجها ويز بيرفكت لينياريتي؟ هل هي الرامب؟ لا مش هي الرامب. امال هي ايه؟ يعمل بوست مده دقيقه وفكر معايا مين الويف فورم دي. طبعا لو انت شاطر هتقول على طول ان الاجابه هي الايه؟ ساين ويف ساينوسويدال تون. اشمعنى الساين ويف؟ يعني عشان الساين ويف هي سنجل تون هي كومبوننت
واحد بس في الفريكوينسي دومين. هتقولي طب ما هي برضو معاها نون لينيارتيز، معاها ديستورشن كومبوننتس. اقول لك اه، ما انا ممكن احط بقى بعد الساين ويف جنريتور احط باند باس فلتر، فالباند باس فلتر يعدي الساين ويف بتاعتي بس، ويعمل بقى ريجكشن لكل النايز والنون لينيارتيز والديستورشن والهارمونكس وكل الايه وكل الكلام الوحش ده. فانا ممكن اطلع ساين ويفز وذ ايه وذ فيري هاي لينيارتي. وده السبب بقى في الحقيقه ان الساينوسايدال تون دي هي الستاندرد ويف فورم في الاي بي سي تيستينج. لما نيجي نعمل ADC testing سواء بقى بتكلم على static testing أو dynamic testing بنستخدم sinusoidal tone. هتقول لي طب static testing المفروض أن ندخل BC، أقول لك أنا بدخل very slow sinusoidal. في very slow sinusoidal دي طالما أنا بسيب الADC settle لحد الآخر لحد لما يجيب آخره خلاص تمام، فهو بالنسبة له أكنها إيه، أكنها BC. فبالتالي sine waves هي الإيه، هي الستاندرد test tone بتاعتنا. تقول لي بس أنا كده لما أنا دخل sine wave كده النمبر اوف هيتس مش هيبقى زي بعض بقى. لما الرامب كان بيضمن لك ان كل كود هياخد الافرج النمبر اوف هيتس الايه المظبوط لو هو ايديال يعني تمام. الساين ويف ما هياش كده، الساين ويف رامب ولا لا الساين ويف مش رامب. بس انا اقدر، انا عندي معادله الساين ويف ولا مش عندي، عندي معادله الساين ويف، اقدر ماثيماتيكالي احسب لو الـ لو الكاركترستكس ايديال كل كود هياخد كم هيت ولا ما اقدرش، اقدر احسبها. طب خلاص انا هحسب الايديال، هيطلع لك الايديال حاجه عامله زي الباس تاب كده وحاجه عامله زي البانيو كده تمام. ليه؟ لان الساين ويف بتبقى سريعه في النص في نمبر اوف هيتس قليل، وبطيئه فوق وتحت ساين ويف. طبعا انا هرسم ساين ويف اهي، بص ساين ويف في النص بتبقى بطيئه بتبقى سريعه، اهو في النص هنا بتبقى سريعه بتعدي بسرعه على الحته دي، وفوق وتحت بتعدي ايه، بتعدي ببطء شويه. فبالتالي هلاقي ايه، هلاقي ان في التست بتاعي نمبر اوف هيتس قليل في النص ونمبر اوف هيتس كبير في الايه، كبير في الاطراف. وزي ما قلت انا عارف في الحقيقه الايدل هيستوجرام المفروض يبقى شكله عامل ازاي، فبالتالي هميجر الداتا بتاعتي وهنورمالايز الداتا اللي انا قستها، المثلثات الحمراء دي الداتا اللي انا بقيسها، هنورمالايز المثلثات اللي انا قستها دي للايدل كاركترستكس اللي انا المفروض اشوفها. لما اعمل الحركه دي يطلع معاك الكيرف بتاع الايه، بتاع الدي ان ال اللي انت بتدور عليه. يبقى كده ان انا قدرت احسب الدي ان ال، ارجع تاني اعمل كوميونيتيف سام احسب منها الاي ان ال. تعالوا نشوف مثال حقيقي بقى للاي دي سي ميجرمنت. اهو دي كده انترفيس لاب فيو انترفيس معروف شكلها، يعني بيتعرف على طول من الايه، من الشياكه بتاعتها. اللي انت شايفه هنا ده دي الريزلت بتاعه الساين ويف هيستوجرام تيست. زي ما انت شايف النمبر اوف هيتس قليل في النص وكبير في الايه، وكبير في الجنان. الجليتشز اللي انت شايفها دي معناها ان انا عندي هنا وايت كود مثلا، الجليتش اللي فوق ده فيه وايت كود وهنا فيه نارو ايه وهنا فيه نارو كود. دي لوحدها ما اقدرش ان انا استعملها، لازم اعمل لها نورماليزيشن مفروض على الايديال كاركترستكس. لما دخل ايه، لما دخل ساين ويف، لما اعملها نورماليزيشن يطلع لك شكل الدي ان ال اهو بالشكل ده. اهو معايا اهو شكل الايه، شكل الدي ان ال عندي هنا اهو، في بوزيتيف دي ان ال بتنديكيت وايت كودز، وهنا نيجاتيف دي ان ال بتنديكيت نارو نارو كودز. اعمل كوميوليتيف سام دي الدي ان ال يطلع لك الكيرف بتاع الايه، يطلع لك الكيرف بتاع الاي ان ال. طبعا واضح ان الكيرف بتاع الاي ان ال هنا واخد ثيرد اوردر ايه، واخد ثيرد اوردر كاركترستكس. وده معناه ان الاي بي سي ده في الغالب ديفرنشال، وان اعلى هارمونيك هتكون الايه، هتكون الثيرد هارمونيك. شكل التست سيت اب هيبقى عامل ازاي كبلوك دايجرام. عندي الاي بي سي بتاعي اهو، هدخل هنا ساين ويف سيجنال جنريتور تمام، وبعدين اخزن الداتا في ايه، اخزن الداتا في ميموري. خد بالك ان السيت اب ده هو هيبقى السيت اب بتاع الستاتيك تيستينج وانا بعمل ساين ويف هيستوجرام تيست، وبرضه هيبقى هو السيت اب بتاع الدايناميك ايه، بتاع الدايناميك تيستينج. الفرق ان انا في الستاتيك هدخل ساين ويف بطيء قوي، وفي الدايناميك هدخل بقى ساين ويف ايه، هدخل ساين ويف سريع. طيب هاخد الداتا من الاي دي سي واخزنها في بافر في ميموري. الميموري بقى والبافر او الفايفو ده هقراه من البي سي زي ما اتفقنا عن طريق بارل انترفيس او جي بي اي بي انترفيس او سيريال انترفيس او يو اس بي انترفيس حسب الجهاز بقى اللي انت بتستعمله. ده ممكن يكون سمبل ميموري سمبل بافر، وممكن يكون لوجيك انالايزر. طبعا اللوجيك انالايزر بيبقى عنده رام بيخزن فيها الايه، السامبلز بتاعتك والسرعه اللي هو بيخزن بيها، والبافر سايز ده بيحدد السعر بتاع اللوجيك انالايزر. على فكره الجهاز ما بيبقاش رخيص، لو انت عايز تجيب حاجه بسبيكس عاليه ممكن تلاقيها ب tens of thousands of dollars. يعني اللوجيك انالايزر ده ما هوش جهاز رخيص. طبعا لازم يكون عندي هنا لو جيتر كلوك هي اللي بتتحكم في التايمنج بتاع الاي دي سي والتايمنج بتاع الايه، بتاع البافر. هاخد هنا الداتا بقى اللي جمعتها بالبي سي، ولو انا عايز اعمل ستاتيك تيستينج هرسم هيستوجرام، لو انا عايز اعمل دايناميك تيستينج هرسم الايه، هرسم الاف اف تي زي ما هنشوف كمان شويه صغيرين. عشان بقى جنريت البيور ساين ويف دي اللي هعمل بيها التستنج زي ما اتفقنا، هحتاج في معظم الاحيان ان انا استعمل بقى ايه، ان انا استعمل فلتر. فانا عندي هنا اهو الساين ويف جنريتور،
وححط هنا بقى فلتر. لو انا طبعا بعمل ستاتيك تيستينج هيبقى ساين ويف بطيئه فهستعمل لو باس فلتر. لو انا هعمل دايناميك تيستينج هتبقى ساين ويف سريعه هستعمل معاها باند باس فلتر. الفلتر ده هيعمل ايه؟ هيريموف كل الهارمونكس والديستورشن كومبوننتس عشان يفضل عندي بس الايه ساينوسويدال تون عايز اعمل بيها التيستينج. الفلتر ده في الحقيقه بيبقى حاجه يعني لو انت عايز حاجه بقى فيري هاي لينياريتي يبقى حاجه فيري بالكي وتقيل كده وحاجه يعني مش حاجه سهله يعني. وبيبقى يا اما يكون مظبوط عند فريكوانسيز معينه يا اما بيكون تيونبل. طبعا لو بيكون تيونبل هيبقى مور بالكي وهيبقى اغلى كمان في السعر. في شركات متخصصه بتبيع الفلترز دي اللي هي بتستعمل في الاي سي تيستينج, منها شركه اسمها تي تي اي. هي ممكن تخش تتفرج على الايه على الكتالوج الكتالوج بتاعهم. طبعا انا لازم اضمن ان الايه ان الديستورشن بتاع السيجنال اللي بعمل بيها التيستينج يكون على الاقل 10 دي بي تمام بيتر ذان الاكيرسي اللي انا عايزها في الميجرمنت بتاعتي. يعني سي لو الاي دي سي بتاعي الديستورشن بتاعه مثلا ماينس 80 يبقى لازم ادخل الساين ويف بتاعتي يكون الديستورشن بتاعها احسن من ماينس 90 عشان ابقى ضامن ان الديستورشن اللي انا بقيسه ده جاي من الاي دي سي نفسه مش جاي من التست تون اللي انا ايه اللي انا مدخله. طبعا لو انت شغال هاي فريكوانسي تحتاج بقى تعمل ايه؟ تعمل ماتشنج. وطبعا هاي فريكوانسي او لو فريكوانسي بتعتمد على الكيبل لينس اللي انت بتستعمله. زي ما انتم عارفين كونك هاي او لو محتاج تعمل ماتشنج او مش محتاج تعمل ماتشنج بتعمل تجيب ريليشن ما بين الويف لينث بتاعك وما بين الكيبل لينث او التريس لينث لو انت بتستعمل بي سي بي. لو هما كومباربل لبعض لازم تعمل ماتشنج. لو هما لو الويف لينث كبير قوي قوي كومباربل للكيبل او التريس لينث ساعتها مش محتاج تعمل ايه مش محتاج تعمل ماتشنج. طبعا لو انت بقى محتاج تعمل ماتشنج ما عملتش هيحصل عندك ريفليكشنز وهتبوظ لك الايه هتبوظ لك الميجرمنت. وده سبيكترم انالايزر ببص بيه على التست زون قبل ما ادخلها على البي يو تي اللي هو الديفايس اندر تيست عشان اضمن ان هي الايه ان هي الديستورشن بتاعها مناسب. جميل ده كده بالنسبه لايه للجنريشن بتاع الايه التست تون. وزي ما قلنا المفروض بقى ان انا باخد الايه الاوتبوت اللي خارج من الـ من الاي دي سي بتاعي واعمله هيستوجرام لو انا بعمل ستاتيك تيستينج او اعمله اف اف تي لو انا بعمل دايناميك تيستينج. ندخل بقى على الاف اف تي ونفهم الايه ونفهم القصه بتاعته اللي احنا كنا اتكلمنا عليها بريفلي قبل كده. زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده الكمبيوتر في الحقيقه بيعمل حاجه واحده بس من عائله الاف اف تي اللي هي الديسكريت تايم فورير سيريز. ديسكريت تايم عشان هي سامبل سيستم وفورير سيريز عشان هو بياخد سيكونس اوف سامبلز ويطلع لك برضه سيكونس اوف ايه سيكونس اوف اوف سامبلز. تمام هو بياخد سيكونس اوف سامبلز في التايم دومين ويطلع لك سيكونس برضه فيكتور في الايه في الفريكوانسي دومين. بس زي ما قلنا نتيجه ادوات تاريخيه الناس بتسميه ديسكريت تايم فورير ترانسفورم. وبعد كده بيعملوه بقى بيبقى الالجوريزم بيسرعه شويه فبيسموه الفاست فورير ترانسفورم. هدخله ام ديجيتايز تايم سامبلز هيخرج لي برضه ام سامبلز في الفريكوانسي ايه في الفريكوانسي دومين. المشكله بقى اللي احنا كنا حكينا عليها قبل كده ان انا في الاخر هاخد داتا ويندو معينه يعني البفر بتاعي هيخزن عدد معين من السامبلز وليكن ام سامبلز في التايم دومين فده كانه عباره عن فيكتور على الماتلاب. فالالجوريزم بتاع الاف اف تي في الحقيقه هيفترض ان انت الويندو اللي انت مدخلها دي او الفيكتور اللي انت مدخله ده متكرر قبل ومتكرر ايه ومتكرر بعد فهيفترض ان هي كانها بيريودك والبيريود بتاعتك هي الويندو اللي انت مدخلها اللي هي الام سامبلز اللي انت مدخلهم طالما هي بيريودك في التايم دومين عشان كده بتطلع لك ديسكريت في الايه ديسكريت في الفريكوانسي دومين. وطبعا زي ما قلنا في الحقيقه الكمبيوتر دايما بيتعامل مع حاجات ديسكريت مفيش حاجه اسمها كونتينوس اصلا. حتى الارقام اللي انت بتعتبرها كونتينوس هي في الايه دبل بريسيجن نمبرز الستيب صغيره جدا 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 فبتحس كانها كونتينوس بس هي ايه بس هي في الحقيقه ديسكريت. وبنستعمل زي ما قلنا الاف اف تي عشان نحسب الايه عشان نحسب الدي اف تي ما هو الا ايه الجوريزم سريع بس بيقدر النمبر اوف ماتيماتيكال كومبيوتيشنز. طيب الويف فورم اللي حطيتها هنا هو بقى فيها ميزه. ايه الميزه دي؟ لما لزقت السامبلز قبل لزقت السامبلز بعد خد بالك ان السامبلز النقطه السوداء اللي موجوده هنا دي هي اكزاكتلي النقطه السوداء اللي موجوده هنا دي هي اكزاكتلي النقطه السوداء اللي موجوده هنا دي. هو بيفترض ان الفيكتور اللي انت مدخله زي ما قلنا اكنك بتعمل ابندنج او كونكاتينيشن الفيكتورز دي مع بعض تمام. ففي الكيس دي لما لزقتهم مع بعض طلع لي كونتينوس ساين ويف. كونتينوس ساين ويف لما اعمل لها اف اف تي هتديك كام تون في السبيكترم؟ هي سنجل تون واحده بس هي سنجل تون واحده بس. طب عرفت منين ضمنت ازاي الطريقه دي ان هو يحصل عندي كونتينوس ساين ويف؟ لو ركزت كده هتلاقي ان الويندو بتاعتي هنا فيها كام سايكل من الساين ويف؟ هتلاقي فيها اكزاكتلي 2 سايكلز بالظبط. فيها اكزاكتلي 2 سايكلز بالظبط من الايه من الساين ويف. فبالتالي لما جيت الزقها قبل طلع سايكلز كونتينوس ولما جيت الزقها بعد طلع برده السايكلز ايه السايكلز كونتينوس. طب لو كان عندي هنا سايكل ونص او 2 سايكلز ونص كان هيحصل نفس الكلام؟ لا مش هيحصل نفس الكلام. هتيجي تلزقهم تلاقي الايه الساين ويف ما هياش ايه ما هياش كونتينوس. زي ايه؟ زي المثال ده مثلا اهو
انا كان عندي هنا اهو شايف ادي سايكل والسايكل الثانيه ما كملتش. فلما جيت الزقهم خد بالك الزقهم معناها اخد الداتا ويندو دي اخد السامبلز دي واحطها تاني زي ما هي هنا اهو واحطها تاني زي ما هي هنا اهو. تيجي بقى توصل لايه توصل الدوتس ببعض تلاقي عندك هنا ابربت ترانزيشن تلاقي عندك هنا ابربت ترانزيشن. ابربت ترانزيشنز اللي حصلت هنا وهنا دي هل الويف فورم انا شايفها دي هل ستيل هي عباره عن سنجل تون في الفريكوانسي دومين؟ لا خلاص لا خلاص ها هتبص بقى في السبيكترم في الحقيقه هتلاقي في حاجه كبيره كده اللي هو المين لوب بتاعك كده تمام عند الفاندمنتال بتاعتك بس هتلاقي عندك فريكوانسيز كتيره خارجه معاك فريكوانسيز كتيره خارجه معاك هنا اهو نتيجه للديسكونتينيوتيز اللي حصلت في الاند بوينتس لما الزقت الفيكتورز بتاعتي في بعض عملت الاكستنشن بيريود شمال والايه شمال واليمين ده بنسميه ايه بنسميه سبيكترال ليكج. ليه سميناه سبيكترال ليكج؟ لان الباور اللي كانت المفروض متركزه في بين واحده وباك الاف اف تي كل بوينت زي ما اتفقنا بنسميها بين فالباور اللي كانت المفروض تركز في بين واحده هتتسرب هتليك لبينز ثانيه فبنسميه سبيكترال ايه سبيكترال ليكج. طب عشان نفهم اللي حصل ده بقى ماثيماتيكالي نفهمه ازاي لو ركزت معايا كده هتلاقي ان اللي حصل ده كاني عملت مالتيبليكيشن للساين ويف بتاعتي باي ريكتانجلر ويندو يعني اكني خدت ساين ويف دي اللي هي موجوده في التايم دومين وضربتها في ويندو بالس ضربتها في ويندو بالس بالايه بالشكل تعالى نرسم كده الويندو بالس مع بعض كاني اهو عملت ويندو بالس بالشكل ده فكاني قطعت حته من الايه قطعت حته من الساين ويف كان عندي ساين ويف كونتينوس خدت الويندو بالس وقطعت منها ايه وقطعت من هنا حته. طب عمليه ضرب في الفريكوانسي في التايم دومين تناظر عمليه ايه في الفريكوانسي دومين تناظر عمليه كونفوليوشن ها كونفوليوشن زي ما قلنا هي عمليه على عندي لو في عندك امبلس بيقول للحاجه اللي انت عملت معاها الكونفوليوشن تعالي عندي في الفريكوانسي دومين. طب البالس دي في الفريكوانسي دومين شكلها عامل ازاي سينك سينك ريسبونس فاللي هيحصل ان الامبلس الايديال اللي كانت المفروض تطلع اهو هنا المفروض يبقى عندي امبلس ايديال الامبلس الايديال دي هتقول البالس البالس سبيكترم تعالى عندي هتقول السينك تعالى عندي فهتلاقي السينك سنترد حوالين الايديال ايه حوالين الايديال فريكوانسي فاللي انت شايفه هنا في الحقيقه هو الاف اف تي بتاع الايه بتاع البالس سنترد حوالين الايه حوالين التست تون اللي انت كنت اصلا مدخلها. طب بقى ازاي امنع السبيكترال ليكج ده ان هو يحصل؟ خد بالك سبيكترال ليكج برضو زي كانك بتقول ان هو تيستينج ارتيفاكت يعني هي مش حاجه بايظه في الاي دي سي بتاعي مثلا لا ده انا عملت تيستينج بطريقه غلط اصلا. طب اعمل ازاي بقى تيستينج بطريقه صح؟ ان انا لما اجي اخد داتا ويندو اضمن ان الداتا ويندو دي بتكفر انتجر نمبر اوف ايه انتجر نمبر اوف سايكلز. في الحقيقه انا محتاج ابص وانا بعمل بقى التيستينج بتاع الاف اف تي ده محتاج ابص على كذا شرط محتاج ابص على كذا شرط والشروط دي كده مع بعض بنسميها ايه بنسميها الكوهيرنت تيستينج كونديشن. وكده التيستينج كونديشن ده في الاخر هيضمن لك ايه هيضمن لك ان لما الاف اف تي يلزق لك بالبيريودك اكستنشنز اللي داتا ويندو بتاعتك تضمن ان انت عندك سنجل ساين ويف ولما تيجي ترسم الاف اف تي يطلع عندك سنجل ايه يطلع عندك سنجل تون فالاف اف تي هيبقى بين واحده هي اللي فيها الباور كلها وبقيه البينز ايديال طبعا لو مفيش عندك نويز ولا ديستورشن ولا حاجه من الحاجات دي كل البينز الباقيه هتبقى بكام هتبقى بزيروز. طب تعالوا نبص مع بعض بقى ازاي اكتب الايه ازاي اكتب الكوهيرنت تيستينج كونديشن ده. طب دلوقتي انا بقيس في تايم معين تعالوا نسميه تي ميجر انا هعمل كاركترايزيشن الاي سي بتاعي في تايم معين اسمه تي ميجر. جوه التايم اللي هو تي ميجر ده انا عندي كلوك شغاله مع كل كلوك ايدج باخد سامبل صح انا هاخد ام سامبلز الداتا ويندو بتاعتي دي من اول زيرو لحد ام ماينس 1 فانا توتال معايا كام سامبل معايا ام سامبلز فبالتالي التي ميجر ده بيساوي النمبر اوف بوينتس اللي انا خدتها في التايم بتاع كل بوينت اللي هي تي اس مظبوط الكلام حلو جميل. في نفس الوقت انا عندي هنا تيست تون اللي هي الاف ان الاف ان دي داخله بفريكوانسي انا اللي بحددها اللي هي الاف ان دي جميل. هل الاف ان هي الاف اس؟ طبعا لا الاف اس دي الكلوك بتاعتي والاف ان دي التيست تون. طب التيست تون الفريكوانسي اف ان سمي البريد بتاعتها ايه تي ان. طب انا عايز اضمن ايه بقى عايز اضمن ان التي ميجر بتاعي ده اللي هي داتا ويندو دي هي دي التي ميجر يكون فيها انتجر نمبر اوف ايه اوف ساينوسايدلز يعني تساوي انتجر مضروب في التي ان الانتجر ده اللي هو ايه اللي هو ام سي اللي هو الام سايكلز اللي هو نمبر اوف سايكلز اللي موجوده في الميجرمنت ويندو. خد بالك ان الاف اس دي انا كنت مسميها من شويه اف سي اللي هي الاف كلوك هم نفس الحاجه والاف ان برده ساعات هنسميها اف نود هي برده نفس الحاجه هي الانبوت تيست تون. المهم خد بقى الايكويشن دي كده
انا عايز اضمن ان هي متحققه. خد بالك مش ده الشرط الوحيد بس احد الشروط. هنوصل لبيت الشروط دلوقتي. البيريود دي لو قلبتها هتديك الفريكوينسيز بقى، يعني اقلب ال تي اس هتديك اف اس، اقلب ال تي ان هتديك ايه اف ان. يبقى انا عايز الشرط ده يكون ايه، يكون متحقق، حيث الام ده انتجر والام سي ده برده ايه، والام سي ده برده انتجر. طب هذا الشرط الوحيد ده، عندي شرط كمان. ايه الشرط الجاي من الاف اف تي بقى؟ الاف اف تي بيقول لك لو انت عايزني ابقى سريع خلي لي نمبر اوف بوينتس بتاعتي تكون باور اوف 2. يعني انا ما ينفعش اعمل اف اف تي مع 100 نقطه 200 نقطه، هو ينفع يعني بس هو هيبقى ايه مش افيشنت. اما اعمل ايه، استعمل حاجه تكون باور اوف 2، يعني 64 128 512 1024 وهكذا. تمام، فده هو شرط كمان ان الام دي المفروض ان هي تبقى باور اوف 2. طب وزي ما اتفقنا الام سي دي لازم تبقى انتجر عشان افويد الايه السبكترال ليكج. في بقى شرط كمان اوعى تنساه، انا قلت ايه الشرط اللي قبل كده، ان لو الريشيو دي اديتك انتجر ده معناه ان الكوانتايزيشن نويز هتظهر لك كحاجه بيريودك، معناه ان الايه ان المفروض ان هي تبقى راندوم، كوانتايزيشن نويز هتظهر لك كايه كديستورشن في الايه في السبيكترم في السبيكترم بتاعك. طب عشان اضمن ان الريشيو دي ما تبقاش انتجر لازم يحصل ايه، لازم يكون ام وام سي دول ميوتشوالي برايم. يعني ايه ميوتشوالي برايم؟ يعني الجي سي دي بتاعهم اللي هو الجريتست كومن ديفايزر بتاعهم يكون بواحد، يعني بمعنى اخر ما يكونش فيهم قاسم مشترك، ما يكونش فيهم قاسم مشترك. طيب ازاي اضمن ان هو ما يكونش فيهم قاسم مشترك؟ في ناس بتبقى كونزرفاتيف قوي 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 بتقول لك اختار الام سي دي برايم نمبر. برايم نمبر ده هو ما بيدهمش على حاجه خالص غير نفسه والايه، غير نفسه والواحد، صح كده؟ تمام، بس ده بحقيقه كونزرفاتيف زياده عن اللزوم. انا ممكن احقق الشرط بحاجه ابسط من كده. ايه هي الحاجه الابسط من كده؟ مش انت قلت لي ان الام دي باور اوف 2؟ اه الام دي باور اوف 2، يعني ايه؟ يعني عباره عن اتنينات في بعض. خلاص اختار الام سي تكون حاجه ايه، اود. لو هي حاجه اود يعني ما تقسمش على 2، وانت كده ضمنت ان هما الاثنين لما احطهم على بعض ما هيشدوك ايه، مش هيدوك انتجر، او مش هيكون فيهم حاصل ايه، مش هيكون فيهم قاسم مشترك. كويس جدا، لو انت بقى حققت الشروط دي كلها هيطلع لك الاف اف تي بيرفكت زي ما بيقول الكتاب بالظبط. حتى لو انت خدت سمول نمبر اوف بينز هيطلع لك في الحقيقه فيري ايه فيري جود فيري جود ميجرمنت. طيب الكلام ده انا اعرف اظبطه بيرفكتلي وانا بعمل سيميليشن. وانت بتعمل سيميليشن دايما هتظبط التست بنش بتاعك ان انا احقق الكوهيرنت تيستنج ايه تيستنج كونديشن. انت في السيميليشن الاف اس بتحددها بيرفكتلي والاف ان بتحددها بيرفكتلي، لكن لو انا قايس في المعمل، لو انا قايس في المعمل عشان اضمن ان الشرط ده متحقق في الحقيقه لازم يكون الجهاز اللي بيطلع الاف اس لازم يكون مربوط لوكد مع الجهاز اللي بيطلع الاف ان عشان اضمن ان انا عندي اكزاكت ريليشن ايه exact relation ما بينهم. ومش دايما الكلام ده هيبقى available في الايه في المعمل. طب ايه الحاله التاني بقى لو انا ما عنديش الايه، لو انا ما عنديش الامكانيه ان انا احقق الكوهيرنت تيستنج كونديشن؟ قالك الحاله التاني انك تعمل حاجه اسمها الويندوينج. ايه الويندوينج دي؟ قالك انت مشكلتك كانت ايه، مشكلتك ان انت لما جيت تلزق الويف فورمز ببعض حصل عندك هنا abrupt transitions. abrupt transitions في التايم دومين معناها frequency components كتيره قوي، صح؟ عندك abrupt في التايم دومين يعني معناها frequency components كتيرة. طب ازاي احل المشكلة دي؟ قالك تحل المشكلة دي بانك بدل ما تضرب في فالس، احنا قلنا الكيس دي اكني ضربت الساين ويف بتاعتي في ايه، ضربت الساين ويف في فالس، قالك لا اضربها في ويندو حنينة شوية عن الايه عن البالس. فهاجي على الانبوت داتا، الداتا ويندو بتاعتي. خد بالك الداتا ويندو دي هل هي انتجر نمبر اوف سايكلز؟ واضح طبعا ان هي لا مش انتجر نمبر اوف سايكلز. انت لو جيت تلزق دي بالقبلها ولا بعدها هتلاقي هنا كان عند الايه عند اقل نقطة وهنا عند اكبر ايه وهنا عند اكبر نقطة. لما نكررها شمال ويمين هيحصل عندك abrupt transitions هنا عند الايه عند الويندو edges. طيب هعمل ايه بقى؟ هضربها في ويندو فانكشن بالشكل ده، بدل ما اضربها في pulse هضربها في ويندو فانكشن بالشكل ده. لما اضربها في ويندو فانكشن بالشكل ده هتخرج لك ويف فورم بالشكل ده، دي اسمها الويندو داتا. تمام، عباره عن الايه الاكس ان اللي هي الداتا بتاعتي. خد بالك ان دي عباره عن فيكتورز، لما تضرب دي بدي في الماتلاب طبعا هتضربهم element wise اللي هي بنستعملها dot multiply، يضرب كل element في ال corresponding element لي. طبعا لازم يكون two vectors of the same dimensions of the same length. المهم هتخرج لك الداتا بالشكل ده. ايه ميزة الداتا اللي بالشكل ده؟ ميزة الداتا دي اللي انت لما تكررها قبل وبعد هي already اصلا بزيرو عند ال edges، فلما اكررها قبل وبعد هل هيكون عندي abrupt transitions؟ لا مش هيكون عندي abrupt transitions، بس انا كده غيرت في ال wave form اصلا. انا كده ال wave form دي هل هي sine wave؟ لا مش ساين ويف. طب ايه اللي هيطلع لك يا ترى في الفريكوانسي دومين؟ نعمل بوز كده لمده دقيقه وفكر ايه اللي هيطلع في الفريكوانسي دومين. في الحقيقه احنا عملنا هنا ملتيبليكيشن في التايم دومين، وزي ما قلنا ملتيبليكيشن في التايم دومين يناظر ان انا عملت كونفوليوشن في الفريكوانسي دومين. فمفروض ان الساينوسويدال دي تبقى ايه،
المفروض السينسويدا دي تبقى اصلا سنجل تون. فالسنجل تون دي هتقول للسبيكترم بتاع الويندو فانكشن تعالي عندي. فبغض النظر بقى السبيكترم ده هيكون شكله عامل ازاي, السبيكترم ده هينتقل لما تعمله بقى الايه الترانسفورم بتاعه ويطلع لك سنتر ده حوالين الاف الايه الاف ان او الاف نود اللي انت كنت ايه اللي انت كنت مدخلها. فزي ما قلنا في حاله البالس ان السينك هيروح يبقى سنتر ده حوالين الاف ان اللي انت مدخلها, المره دي بقى هيبقى السبيكترم بتاع الويندو فانكشن. انت فرقت ايه بقى بقى كده سبت البالس ورحت للسبيكترم تاني وانا لا فرقت في حاجه ان انا بقى وانا بختار الويندو فانكشن دي بشوف شكل السبيكترم بتاعها وبختار الشكل اللي يناسب الميجرمنت اللي انا عايز اعملها. يعني ايه؟ يعني في انواع كتيره من الايه من الويندو فانكشنز دي بتستعمل هي ستاندرد في البي اس في وحديها حتى في الماتلاب بيلت ان في الايه بيلت ان في الماتلاب. اسواقهم على الاطلاق هي الريكتانجلر, انا ما عملتش ويندوينج اصلا في الريكتانجلر ويندو دي, ان انا اصلا ما عملتش ايه ما عملتش ويندوينج, اسيب الداتا زي ما هي. هيطلع لك السينك ريسبونس اللي انت شايفها دي, وطبعا زي ما انت شايف كده السايد لوبز ده كده من السنتر ده بنسميه المين لوب اللي هو في السنتر ده. البيت اللوبز دي بيت البيكس دي بنسميها السايد لوبز. السايد لوبز دي عاليه قوي فهتغطي لك على الهارمونكس بتاعتك وعلى الديستورشن كومبوننتس مش هتشوف حاجه. بس هل دي الويندو فانكشن الوحيده؟ لا, في فانكشنز ثانيه. في حاجه بنسميها الهامينج ويندو, في حاجه بنسميها البلاكمان ويندو, في حاجه بنسميها البلاكمان هاريس ويندو. كل واحده ليها اف اف تي مختلفه عن الثانيه, فبالتالي كل واحده ليها بروبرتيز مختلفه عن الثانيه. ليها سايد لوب ويدث وليها ليها سايد لوب هايت هاي سايد لوب يعني, وليها رلف معينه, والسنتر بين اللي هو المين بين المين بين بتاعك بيكون ليه ويدز معين. فكل ويندو ليها بروبرتيز غير الثانيه, فانت بتحاول تختار الويندو فانكشن اللي تناسب الميجرمنت بتاعتك. الموست كومن يوزد في الايديسي تيستينج واحده بنسميها الهانينج ويندو, واحده بنسميها المينيمم فور تيرم بلاكمان هاريس بلاكمان هاريس ويندو. شكلهم عامل ازاي؟ شكلهم عامل كده اهو, دي البلاكمان هاريس ويندو. لو خدت بالك هتلاقي الايه المين لوب رفيع ايه, عندك هنا جزء عالي شويه بس بعد كده بقى ايه عندك البيت اللي بقيت البيكس قليله جدا, ودي الهانينج ايه ودي الهانينج ويندو. يبقى عندك تريد اوف ما بين المين لوب سبريدنج وما بين الايه وما بين السايد لوب ريجكشن. خد بالك طبعا عمليه الويندوينج اللي بنحكي عليها دي بتتم بعد ما تاخد خلاص بعد ما تاخد الميجرمنت داتا بتاعتك. خلاص انت خدت الداتا ويندو بتاعتك كده خلاص خزنتها عندك على الماتلاب, هتضربها في كده على الماتلاب قبل ما تعمل الاف اف تي على الماتلاب بس كده. لكن انت مش هتغير في حاجه في التست سيت اب بتاعك, هو التست سيت اب زي ما هو ما اتغيرش. جميل. طبعا ما ننساش بقى حكايه ان احنا واحنا بنعمل الاف اف تي ان المسافه ما بين الفاندامنتال والنويز فلور ما هياش الاس ان ار. عندك حاجه سميناها الاف اف تي بروسيسنج جين, ان انا كل ما هزود النمبر اوف بوينتس بتاعتك النمبر اوف بوينتس اللي هي نمبر اوف بينز, كل ما نصيب كل بين من نويز هيقل, فبالتالي النويز فلور بتاعتك هتنزل تحت. لو انت خدت 24 نقطه هيطلع معاك فرق 27 دي بي, كبرت شويه 30 كبرت شويه 33, كل ما هي تضاعف النمبر اوف بوينتس كل ما النويز فلور هينزل تحت باي 3 دي بي. ليه الكلام ده حصل؟ لان زي ما اتفقنا النويز باور ثابته, النويز باور ما بتتغيرش, الاس ان ار ما بتتغيرش. فكل ما هزود نمبر اوف بينز اللي هو الام ده النويز فلور اللي هو نصيب كل بين من النويز هيقل, عشان يفضل حاصل الضرب ده ايه حاصل الضرب ده ثابت. ان في حقيقه النويز باور ان انا بجمع بقى البينز دي كلها, تجميع البينز دي كلها هي النويز ايه توتال نويز باور. كده بعمل انتجريشن بالظبط. فالانتجريشن لو انت عندك حاجه كونتينوس انت هنا بتعمل ايه بتعمل سميشن, لما تصم دي مع دي مع دي مع دي مع دي هتديك توتال نويز ايه التوتال نويز باور. طب تعالى نتفرج بقى لما اعمل تيستينج الاي دي سي هيطلع لي شكل سبيكترم عامل ازاي. لو انا محقق الكوهيرنت تيستينج كونديشن هتلاقي الفاندامنتال تعلق في بين واحده شكلها جميل جدا بالشكل ده, هتلاقي هارمونكس واضحه شكلها برده جميل جدا بالشكل ده تمام. وعندك بقى بقيه الايه بقيه البينز فيها نويز, سواء بقى كوانتايزيشن نويز او نويز ثيرمال نويز من الايه من الاي دي سي. طب طبعا ده كده كده انا عامل تيستينج صح, وادي الكوهيرنت تيستينج كونديشن اهو. الام اللي هي نمبر اوف بوينتس لازم يكون باور اوف 2, والام سي اللي هو نمبر اوف سايكلز زي ما اتفقنا. انا محتاج بس ان هو يكون الجريتست كوماند ديفايزر بواحد, فكفايه ان انا اختاره اوت. وزي ما قلت لكم في ناس كونزرفتيف شويه بتختاروا برايم ايه بتختاروا برايم نمبر. طب لو انا بقى ما حققتش الكوهيرنت تيستينج كونديشن ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل زي ما قلنا ان الباور بتاعه التون بتاعتك مش هتكون موجوده في سنجل بين, بقى هيحصل لها سبريدنج, هيحصل ليكج, هتكون موجوده في اكتر من بين. وفي نفس الوقت برضو الهارمونكس هيحصل فيها نفس الكلام, الهارمونكس مش هتكون موجوده في بين واحده, هتكون موجوده في اكتر من ايه في اكتر من بين. النقطه بقى المهمه لازم تاخدها في اعتبارك هنا اهو, لما تيجي تحسب الباور بتاعه ذس تون هنا سهل قوي. ان انا في الماتلاب هاخد اليمنت واحد من الفيكتور بتاعي, هو الاليمنت اللي وقع فيه التست تون
هي دي الباور بتاعت السيجنال. هل في لما اجي بقى في الكيس دي هل هاخد اليمنت واحد في الفيكتور؟ لا، هاخد الاليمنت ده والاليمنتس اللي جنبه. طب اخد كم اليمنت جنبه، كم اليمنت يمين، كم اليمنت شمال، حسب بقى الويندو فانكشن اللي انت مختارها. فمثلا لو انت مستعمل بلاكمان هاريس ويندو في الكيس دي مثلا محتاج بلس اند ماينس 10 بينز، يعني اخد 10 بينز يمين وشمال. خد بالك ان التستنج ده بقى عشان يبقى اكيوريت في الحقيقه لازم تختار اصلا نمبر اوف بوينتس كبير قوي. لو انت معاك نمبر اوف بوينتس قليل صعب انك تعمل ايه، صعب انك تعمل الموضوع الويندوينج ده. وده في الحقيقه اللي بيميز برضه السيميليشن عن اللاب. يعني انت في السيميليشن عشان تعمل سيميليشن لثانيه ممكن تقعد على السيميليتر ساعات، فبالتالي على السيميليتر بحتاج ان انا اخد عدد قليل من السامبلز عشان اوفر في السيميليشن تايم، بس في نفس الوقت اقدر ان انا اظبط الكوهيرنت تيستنج كونديشن. في اللاب بقى العكس، الثانيه هي الثانيه، الثانيه في اللاب هي الثانيه الحقيقيه، تمام؟ فانا في الثانيه لو انا شغال مثلا بسامبلنج فريكوانسي 100 ميجا معناها ان انا في ثانيه واحده هاخد 100 مليون سامبل، فعندك بوينتس كتير قوي مفيش مشكله. فلما يحصل شويه ليكج ماهيش ايه، ماهيش كارثه، اخدها بقى على الماتلاب ويعمل اف اف تي والكلام ده كله. بس الفرق الوحيد بس ان انت لما تاخد سامبلز كتيره هتحتاج بافر اكبر شويه. زي ما انا البافر الاكبر ده معناه انك هتشتري سيجنال لوجيك انالايزر، تمام؟ لوجيك انالايزر يكون فيه بافر سايز كبير شويه. طيب نختم بقى ان احنا نتفرج على شكل السيت اب بتاع الداك تيستنج بعمل ازاي. زي ما قلنا بتتحكم في كل حاجه عن طريق الكمبيوتر. هيبقى عندك هنا اربيتراري وي فورم جنريتور، بيكون فيه ميموري وبيكون فيه بافر، وبعدين تدخل بقى بالديجيتال باترن بتاعتك على الداك، سواء بقى انت مدخل رامب او مدخل ساين ويف او مدخل اي حاجه، وتروح هنا بقى تبص على سيجنال بانالوج سبيكترم انالايزر. خد بالك ان بعض بقى السيت ابس ممكن بدل ما احط هنا انالوج سبيكترم انالايزر احط اي دي سي، بس الاي دي سي طبعا لازم تكون الريزوليوشن بتاعته احسن من الداك. لما احط اي دي سي بقى احول الداتا ديجيتال، لما احولها ديجيتال ممكن بقى اروح اعملها اف اف تي، لكن لو انت هتاخدها انالوج زي ما هي لازم تستعمل انالوج سبيكترم انالايزر. خد بالك طبعا ان الانالوج سبيكترم انالايزر ده ممكن يكون هو نفسه شخصيا، يعني السبيكترم انالايزر ممكن يكون هو نفسه شخصيا من جوه ديجيتايزد، بس يعني الحاجات اللي فيها هاي بيرفورمانس في الحقيقه ما بتكونش ديجيتايزد، بتكون ايه، بتكون انالوج. طيب لو بصيت بقى على الاي دي سي تيست سيت اب شكله بيبقى عامل ازاي، برضو عندي كمبيوتر بيتحكم فيه كل حاجه. عندي هنا سيجنال سورس لو انت عايز تطلع بيور ساينوسايدلز، او لو انت عايز تعمل بقى ديجيتال سينثيس للويف فورم هيبقى عندك ميموري، ميموري رايحه على داك. وزي ما قلنا بقى الداك بيبدا يحول الايه البوينتس اللي موجوده هنا لكنها عباره عن فيكتور برضو ماتلاب خزنته في الميموري، بيحولها الى ايه، الى فولتجز في التايم دومين. بعدي هنا على فلتر عشان الفلتر يريجكت الهارمونكس من النيرفز، ادخل التست سيجنال بتاعتي على الاي دي سي يطلع لي ديجيتال داتا، اخزنها في بافر في لوجيك انالايزر في ميموري في اي حاجه، وابدا اخدها بقى بالكمبيوتر واعمل عليها بقى الايه البروسيسنج بتاعي الويندوينج والاف اف تي وكل الكلام اللي انا عايز اعمله. ولو انا ما عنديش الاكويبمنت المعقده دي كلها عندي في اللاب اعمل ايه؟ طيب دلوقتي في الحقيقه الاي دي سي مانيفاكتشرز الشركات اللي هي بتديزاين وبتصنع اي دي سيز بيحاول يسهل عليك الموضوع شويه. انا هاخد في الاخر الاي دي سي بتاعه ده، انا مش هديزاين، انا مش عايز اديزاين اي دي سيز، انا عايز اشتري اي دي سي اوف ذا شيلف، اروح من اي دي اي او تي اي او اي شركه من الشركات دي واشتري اي دي سي او داك واحطه في السيستم بتاعي. انا بعمل سيستم وعايز السيستم ده بعمل اي او تي، بعمل اي حاجه وعايز احط ايه، عايز احط اي دي سي او داك في السيستم ده، تمام؟ بيعمل ايه عشان يساعدك؟ بيعمل لك حاجه اسمها ايفالويشن بورد. الايفالويشن بورد دي بقى بيحط لك معاها، بيحط لك الداك او الاي دي سي اللي انت عايز تعمله تيستنج، تمام؟ ومعاه كل البريفرنس اللي انت محتاجها. هتقولي بس البريفرنس دي برضه هتبقى معقده، اقول لك فهو بيعمل لك مين بورد. المين بورد دي بيكون فيها مثلا الفايفوز والانترفيسز والليفل شيفترز والكنترول وشويه الكلام كده. وبعدين ممكن تحط بقى على المين بورد دي تحط دوتر بورد. الدوتر بورد دي بقى بتكون معموله لكل اي دي سي مخصوص، وبعدين مش بيسيبك كده كمان، لا ده بيديك انترفيس توصل الكلام ده كله على الكمبيوتر. زمان طبعا كنا بنستعمل حاجات اللي هي زي البارلل بورت والسيريال بورت والكلام ده، دلوقتي معظم البوردز بتتعمل يو اس بي، والكلام ده بقى بيتنقل على الكمبيوتر ويعمل لك سوفت وير مخصوص برده هو اللي بيعمله لك، بياخد لك الداتا من البورد بتاعتك ويعمل لك الاف اف تي ويحسب لك السبيكس ويظبطك، ودي كل حاجه انت ايه، ودي كل حاجه انت عايزها. طب ليه الكلام ده بيعمله؟ عشان يشجعك انك تشتري الاي دي سي بتاعه، انك هتاخد الاي دي سي تعمله تيستنج عندك في المعمل بتاعك، تشوف السبيكس بتاعته، تتاكد ان هو هيميت الايه، هيميت الريكويرمنتس بتاعتك بتاعت السيستم سبيكس اللي انت محتاجها. في الحقيقه الايفالويشن بوردز دي والموديولز او دوتر بوردز اللي بيعملوها دي ثروه للبي سي بي ديزاينر.
دي بروفيشنال بي سي بيز وبيديها لك في الحقيقه مش بس بيديها لك كده كبرودكت ده بيديها لك كامله باللي اوت بتاعتها بالبوم البوم اللي هي بنسميها البيل اوف ماتيريالز اللي هي اسماء الكومبوننتس باسماء المصنعين بتوعها بسعرها كمان لو انت عايز فبيديك ديزاين كامل تتعلم منه فانت لما تيجي بقى تشتري الاي دي سي والداك ده وعايز تحطه عندك في السيستم بتشوف هو عمل له بي سي بي ازاي وتروح تقلد الايه تروح تقلد البي سي بي دي فبالتالي اهم سورس عندك تتعلم منه وانت بتعمل البي سي بي الديكس او الاي دي سيز انك تبص على الايفالويشن بوردز بتاعه المانيفاكتشرز حتى لو انت بتعمل على فكره اي دي سي انت راجل بتعمل مثلا دكتوراه او بتعمل ماجستير وحتزن وتست اي دي سي تمام في الحقيقه لازم تعمل بي سي بي او انت شغال في شركه من الشركات اللي بتعمل الديزاين لازم في الاخر تعمل بي سي بي تحط عليها الشيب بتاعتك عشان تقيسها طب انا بعمل البي سي بي دي اعملها ازاي وانا ما عنديش اكسبيرينس في البي سي بي ديزاين اقول لك روح بص على الشركات اللي زي اي دي اي وتي اي شوف اي دي سي كون دي سبيكس قريبه من السبيكس بتاعه الاي دي سي بتاعك وروح شوف هو عامل الايه هو عامل التست بورد بتاعته ازاي وقلدها حاول تعمل تست بورد ايه حاول تعمل تست بورد زيها مثلا احد اهم البيزك رولز ان انت بتفرق ما بين الانالوج سبلاي والديجيتال سبلاي خد بالك الاي دي سي والداك عباره عن ميكسد سيجنال سيركت جزء انالوج جزء ديجيتال الديجيتال بيبقى فيري نويزي والنويز دي في الاخر بتكابل للسبلاي فلازم نخلي الانالوج سبلاي مختلف عن الديجيتال ايه مختلف عن الديجيتال سبلاي لازم نحط ديكابلنج كابس ديكابلنج كاباسيتورز تحط بكذا فاليو سواء بقى في الحاجات وز هاي كاباسيتنس يعني في الرينج بتاع مايكرو فارادز وحاجات وسمول كاباسيتنس في الرينج بتاع النانو فارادز ان كل واحد بيشتغل في فريكوانسي رينج غير التاني جنب كل بين بقى سبلاي بين في الشيب بتاعتك لازم تحط كاباسيتور في الرينج بتاع النانو فارادز قريب جدا من السبلاي بين لازم تعمل جراوندنج كويس لو انت عندك حاجات with very fast rise and fall times لازم تعمل termination تعمل matching عشان ما يحصلش عندك ايه reflections خد بالك ان انت في ناس بتتخدع بالفريكونسي ويقولك انا مش محتاج اعمل matching يعني مثلا يعني دي حاجة انا مريت بيها شخصيا كان عندنا ABC وشغال عند 40 ميجا هرتز فالبي سي بي ديزاينر انا 40 ميجا دي فريكونسي قليل قوي مش مهم نعمل matching بس المشكلة ايه ان ال 40 ميجا مش هي في الحقيقة الفريكوانسي بتاعتك الفريكوانسي بتاعتك لما تعمل FFT للكلوك سيجنال دي لو دي هي الكلوك سيجنال بتاعتك هل ال FFT في سينجل تون فاندمنتال بس ولا في فريكوانسي كتير في فريكوانسيز كتير طب اعلى فريكوانسي في الحقيقة هتبقى ريليتد لمين تبقى ريليتد للرايز تايم والفول تايم بتاع الكلوك فما تقيسش الفريكوانسي بتاعتك بالبيريود لا قيس الفريكوانسي بتاعتك بالرايز تايم والفول تايم لو انت عندك very fast rise and fall times ده معناه ان انت عندك very high frequency لو انت ما عملتش بقى proper matching حصل عندك reflections تيجي تقيس في المعمل بقى وده حصل لي شخصيا تلاقي clock signal عامله كده اهو reflections بقى طب طبعا clock signal عامله كده اهو معناها ان انت بدل ما تاخد sample واحده هتاخد كذا ايه هتاخد كذا sample زي كل حاجه عندك بقى بايظه هتلاقي كل الميجر بتاعتك بايظه طب تحل الموضوع ازاي المفروض انك تعمل matching طب لو فات الاوان وانت عملت ديزاين البي سي بي هل في تريك اقدر ان انا اعملها في تريك يعني هي مش ذكيه قوي بس ممكن يعني تؤدي الغرض ان انت تحاول تقطع لو انت عندك بي سي بي تريس بالشكل ده تحاول تقطع التريس ده وتحط في التريس ده ريزيستنس الريزيستنس مع الكاباسيتنس اللي موجوده على البينز اصلا هتاكت از لوباس فلتر اللوباس فلتر ده هيبطئ لك الرايز والفول تايمز بتاعتك بدل ما انت عندك فيري فاست رايز وفول تايمز بالشكل ده هيبطئ لك الرايز والفول تايمز ويعملها لك ايه ويعملها لك بالشكل ده فده هي ايه فده هيخلي الرايز والفول تايم بتاعك كبير شويه فبالتالي هي ايه هيقلل الايه ريفليكشنز او بمعنى اخر اكن الريزيستنس دي عملت ديسيبيشن للايه الاوسيليشن اللي كانت ايه اللي كانت موجوده دي الريفرنسز بتاعتنا بقى لو حد عايز مور انفورميشن ودي لينكس للكورس ريسورسز ليكتشرز ولابس والفيديوز بشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.